مساء الخير على حضراتكم. الحقيقه انه امبارح واحنا على الهوا كان في ماتش هام جدا بيتلعب لمنتخبنا الوطني في كره اليد، وكان في يعني تالق من المنتخب المصري لكره اليد امام المنتخب التونسي في مباراه عربيه قويه ومش سهله ابدا. واحنا دلوقتي بنتكلم عن النسخه ال 25 لكاس الامم الافريقيه لكره اليد اللي بتقام على ارض بلدنا من يوم 11 ولحد يوم 18 الشهر ده. المنتخب المصري الحقيقه عامل اداء قوي جدا من بداية البطولة، والحقيقة أنه الجيل الحالي اللي موجود في المنتخب بيتميز أنه يمكن ثلاث أعمار مختلفة، كل الموجودين نجوم ونجوم كبار ولعبوا في أندية كبيرة على مستوى العالم، وده خلاهم يعني يلعبوا بشكل احترافي كبير جدا، لأنه اللي بيلعب في مباريات عالمية بيكون أداؤه مختلف وأداؤه بيكون قوي جدا، وده بالتأكيد انعكس على أداء منتخبنا الوطني اللي زي ما بقول لحضراتكم امبارح نجح في أنه يتخطى عقبة تونس. ويمكن تونس يعني منتخب قوي جدا في كرة اليد، منتخب مش سهل أبدا الفوز عليه، لكن امبارح الفراعنه قدروا انهم يتغلبوا على منتخب تونس بنتيجه 29-27 وتأهلوا للنهائي. النهائي هيكون امام كام فيردي، وده يعني اول مره يوصل للنهائي، ويمكن هنا نقول ان مصر وش السعد على كام فيردي لانه اول مره يوصل للنهائي في هذه البطوله. فيعني احنا بكره هنكون امام نهائي الساعه 9 هيتلعب في صاله حسن مصطفى في 6 اكتوبر. هنتابع مع حضراتكم كل تفاصيل البطوله من اول التنظيم المبهر اللي حصل، ويمكن دي مش المره الاولى مصر نظمت كاس العالم لكره اليد، ويمكن ده كان الحدث الرياضي الاول اللي ينظم بعد جائحه كورونا، وكان يعني بيشاد بيه في كل الاجواء والاوساط الرياضيه. واحنا هنتابع مع حضراتكم كل الكواليس اللي حاصلة مع المنتخب المصري، ونطمن على اللعيبة، ونتكلم كمان عن الأداء الكبير اللي اللعيبة بيأدوه، ويمكن ده بيسهل كمان وجود النجوم الكبار دول في المنتخب بيسهل المهمة على المدرب الأسباني إنه كمان يبدل ويتناوب ما بين اللعيبة، لأن كل لاعب بينزل بيأدي دوره بشكل كبير جدا. وكمان يعني احنا بنطلب من كل الناس إنهم يدعموا اللعيبة، الدعم مهم جدا للعيبة في مرحلة زي دي، واحنا بنتكلم على نهائي، ويعني مصر أخذت البطولة 7 مرات، نفسنا إن شاء الله أن البطولة بكرة تكون كمان مصرية وناخد النجمة الثامنة في أفريقيا. الدعم النفسي زي ما كنت بقول لحضراتكم مهم جدا جدا، أكيد كل كلمة هتكتبوها على مواقع التواصل الاجتماعي بتوصل للعيبة، كل هتاف بيتم في الصلاة بيوصل للعيبة وبينعكس على أدائهم. عشان كده بقول لحضراتكم اللي يقدر يروح المباراة ويشجع طبعا يروح وياخد صحابه ويشجع. لازم نهتم بكل الألعاب، كلنا بنحب كرة القدم، كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى، لكن كمان لما يكون عندنا منتخبات قوية بحجم منتخبنا الوطني في كرة اليد لازم كلنا ندعمه وكلنا نساعده، وكمان يعني نكون عارفين ان كل كلمة احنا هنقولها هتوصل للعيبة وهتأثر عليهم وهتأثر على أدائهم. امبارح كان أداء قوي جدا من المنتخب المصري أمام المنتخب التونسي، وبنتمنى ان احنا نشوف ده أمام كام فيردي، لأن زي ما بقول لحضراتكم كام فيردي أول مرة يتأهل للنهائي، فإن شاء الله كل الأوساط الرياضية بتتكلم عن نجمة تامنة للمنتخب المصري بكرة. فمطلوب منكم جميعا ان احنا نشجع بالروح المصريه اللي احنا متعودين عليها في المباريات. احنا الحقيقه عندنا ابطال في كل الالعاب، ويمكن الالعاب الفرديه الفتره اللي فاتت شفنا فيها ابطال ما نقدرش يعني نغفل الكلام عنهم، واعتقد انه بقى عندنا اهتمام كبير من كل الاوساط بمساله الالعاب الفرديه، وكل اسره مصريه بقى كمان عندها تطلع انها ابنها يلعب لعبه فرديه، مش بس انه ادرب ابني كوره، لا بقينا بنشوف النجوم الكبار في الالعاب الفرديه ازاي الدوله بتحتفي بيهم وازاي الدوله بتدعمهم وازاي الناس بتحبهم وبتتكلم عنهم. لو احنا بنتكلم عن يعني كل النجوم البنات والولاد ويعني كم الحاجات اللي بتتكتب عنهم واسرهم قد ايه بتبقى فخورين بيهم، فده بيشجع الصغيرين انهم يفكروا في العاب تانية غير كره القدم. نحب الكوره لكن كمان ندعم كل الالعاب اللي موجوده على ارض بلدنا. واحنا خلينا تاني ارجع افكر حضراتكم انه بكره عندنا مباراه مهمه جدا، فاينل مهم جدا، واحنا هنا في التاسعه عملنا هاشتاج شجع مصر، بكرة شجع أبطال اليد، بكرة مباراة مهمة جدا جدا جدا، هاشتاج النجمة التامنة، ادخلوا اكتبوا لهم لأنه كل كلمة بتوصل لهم،
كل كلمه بتوصل لهم بتكون دعم كبير جدا جدا ليهم، وبتبان على ادائهم. وزي ما بقول لكم مش بس ندعمهم بالهاشتاجات وبالسوشيال ميديا، كل اللي يقدر انه يروح يحضر المباراه بكره، المباراه الساعه 9 في 6 اكتوبر في صاله حسن مصطفى. خلينا نتكلم اكتر عن الاداء واللي حصل في هذه البطوله. معايا دلوقتي على التليفون كابتن سيف الغرايري مدرب نادي الخور القطري لكره اليد، وايضا المدير الفني السابق لنادي الترجي التونسي. مساء الخير يا كابتن. وطبعا احنا كنا بنتكلم ان المنتخب التونسي منتخب كبير في هذه اللعبه، وفي نجوم كبار ومحترفين، سواء يعني محترفين في اوروبا وكمان بيلعبوا في كاس العالم ومميزين جدا جدا جدا، واخد هذه البطوله 10 مرات، والمنتخب المصري توج بهذه البطوله 7 مرات. امبارح شفنا فوز للمنتخب المصري على المنتخب التونسي، ويمكن دي مش المره الاولى. النسخه اللي فاتت في 2020 ايضا تخطى المنتخب المصري المنتخب التونسي وفاز بالبطوله. برايك ليه المنتخب المصري فاز امبارح على المنتخب التونسي؟ مساء النور وتحيه للموجودين معاك وتحيه من تونس الخضراء. ونجدد تباريكنا للمنتخب المصري بمروره للدور النهائي. حقيقه الامر امس استمتعنا بمباراه كانت مستوى عالي وعالي جدا. صحيح. المنتخبات الاثنين قدموا مردود يليق بسمعه كره اليد المصريه وكره اليد التونسيه. للامانه استمتعنا، كانت مباراه ممتازه بحضور جماهيري مميز. فير بلاي موجود في المباراه، اخر المباراه كانت يعني فير بلاي موجود بين اللعيبه وبين الاطار الفني والاطار الاداري. عموما منتخب مصر ما سرقش الفوز، يستحق الفوز بكل صراحه، ولكن احنا كمتابعين تونسيين لشان كره اليد تفاجئنا بصراحه امس بمردود غزير جدا من منتخب تونس، لانه ما بصراحه امس منتخب تونس ناقص اكثر من 8 أو 9 لاعبين لعده اعتبارات، منها الاصابه، منها غيابات تاديبيه، منها غيابات فنيه، اختيارات المدرب. فامس الشبان اللي نزلوا لعبوا امام المنتخب المصري فعلا لعبوا مباراه تاريخيه بطوليه ممتازه جدا. والدليل على ذلك انه قبلها بيوم يعني المنتخب التونسي مر الى الدور النصف النهائي بشكل فاز بعد حساس اضافيه مع منتخب كونغولي بصراحه متوسط الامكانيات، وهذا يدل كونه الفريق التونسي ماهوش في افضل حالاته، لكن امس قدم مباراه محترمه. هذا دون استنقاص من قيمه المنتخب المصري العالمي لكل صراحه، شرفنا في الاولمبياد الاخير، شرفنا في كاس العالم اللي اقيمت في مصر، منتخب بصراحه عالمي. نحيي الاتحاد المصري على هذا المنتخب اللي اعتقد كونوا تعبوا عليه واشتغلوا ووصلوه للدرجه هذه. مباراة كانت يعني مميزة ممتازة. مين أبرز اللعيبة يا كابتن سيف اللي لفتوا نظرك امبارح سواء من المنتخب التونسي أو المنتخب المصري في الأداء؟ والله بالنسبة للمنتخب المصري تقريبا يعني هو علي زين كان في يعني في الفورمة، كذلك لاعب الدائرة ممدوح هاشم لما دخل الشوط الثاني يعني عمل مباراة محترمة جدا. المنتخب المصري الميزة فيه أختي اللي هو منتخب جماعي، يعني فرديا ما يبانش لاعب على حساب لاعب. مثلا أمس سند ما بانش، سند ما كانش في الفورمه، ضايع نقطتين، ضايع بينالتي. الونج الثاني برضه بكار ما كانش في المستوى، لكن الخط الخلفي الدرع قدم مباراه كبيره. الحارس كذلك الحارس هذا قدم مباراه محترمه جدا. من جانب المنتخب التونسي بصراحه نجم اللقاء حسب اعتقادي الشخصي هو لاعب الدائره جهاد جبله، اللي بصراحه يعني كانت نسبه نجاحه 100%، كل الكرات اللي اخذها 6 متر جابت. بطبيعه الحال نجم المنتخب اللاعب الشاب لاعب يوصف في الدوري الالماني درمول، محمد درمول، محمد امين درمول صراحه قدم مباراه كبيره. كذلك الحارس الصغير في السن اللي عمره سنه 21 سنه يلعب في سبورتينغ لشبون في البرتغال بالقائد، كذلك قدم مباراه محترمه ومحترمه جدا. طيب كابتن سيف، يمكن وصول كام فيردي النهائي ده كان مفاجأة وتطور كبير حصل في منتخب كام فيردي، حضرتك شايف ازاي التطور اللي حصل في هذا المنتخب؟ المرة اللي فاتت كان في المركز الخامس، ويمكن احنا شايفين انه مصر شوية وش السعد على المنتخب. صحيح صحيح. منتخب الكام فيردي باش نحط الامور في اطارها، اول شيء هو منتخب تقريبا متكون من لعيبه كور كام فيردي كبلد ما فيش كرة يد، هما لعيبه ينشطون بين اسبانيا وبين البرتغال. يلعبوا في بنفيكا، يلعبوا في سبورتينغ لشبون وادي مايور الاسباني، يعني كلهم ينشطوا خارج كام فيردي، هذه واحده. اثنين لما لعبوا كاس افريقيا اللي كانت في تونس كانت مفاجاه، لكن في مصر ما كانتش مفاجاه. ليش؟ اول شيء لانه المنتخب تطور ولاعيبه يلعبوا في ليفل كويس،
هذه وان تو كذلك القرعه كانت حلوه مع منتخب كافيردي الصراحه يعني ما كانتش قاسيه ما ما ما, ما تقابلش مع منتخب مصر في في حظوظه كانت كويسه يعني في البطوله دي اي هو اصلا لما لعب مع في دوري المجموعات مع المنتخب التونسي فاز عليه المنتخب التونسي بالراحه يعني فارق 6 وفارق 7 هذا هو ولكن في الاثناء تعتبر مفاجأة يعني أنا تعودنا من زمان كون يعني باستثناء فترات معينة المنتخب الأنغولي دخل في الأربعة دخل الأربعة الأفارقة الكبار معروفين تونس مصر الجزائر المغرب يعني معروفة من زمان هذا يعني هذه تقاليد غينيا كمان يا كابتن سيف أعتقد كانت مفاجأة كمان في البطولة دي أدائهم غينيا هي المفاجأة كل صراحة احنا كمتتبعين هنا يعني غينيا ما سمعناش بها أصلا اللي عندها كرة يد وعلى فكره عنده مدرب مساعد تونسي يعني اصلا تفاجئنا فكانت يعني مفاجاه حلوه المنتخب الغيني على العموم شوف المستوى في افريقيا السمراء بدا يتطور وبدا يتحسن لانه لعيبه افريقيا السمراء ما عادش يلعبوا في افريقيا بس صاروا لعيبه محترفين يعني لما تشوف انت الدوري الفرنسي في الدرجه الاولى وفي الدرجه الثانيه في تقريبا اكثر من 50 لاعب افريقي صحيح لما تشوف الدوري البرتغالي الدوري الاسباني كذلك الدوري المقدوني فيه لعيبه افارقه فالحين احنا اوكي تونس الجزائر المغرب مصر متسيدين القاره ولكن حذاري انا نقول اللي في الاربع خمس سنوات اللي امام حتكون منافسه شديده مع افريقيا السمراء طيب كابتن سيف شايف مباراة الغد ايه والمدرب الاسباني وادائه مع المنتخب المصري ويمكن كل الناس بتشيد باداء المدرب الاسباني باروندو جاريسا اكيد لكن قبل ما نجاوبك على المدرب الاسباني انا اقول لك من الحين مبروك المنتخب المصري فوزه بكاس افريقيا يا رب يا كابتن سيف ان شاء الله لانه صراحه من رابع المستحيلات المنتخب المصري يفرط في بطوله على ارضه من جمهوره مع كابتن صحيح بطوله غاليه جدا ان شاء الله تكون النجمه المصريه تتمنى ان شاء الله يا رب البطوله تكون لاخوتنا وعشقائنا تكون معانا بكره على الهواء ان شاء الله وتبارك لنا يا كابتن سيف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ولا يهمك بالنسبه للمدرب الاسباني شوف بصمته واضحه من اللي استلم الفريق المنتخب المصري في حاجتين بكل صراحه انا كفني نشوف كونه عمل حاجتين اول حاجه الانضباط التكتيكي منتخب مصر صار يلعب لاعب جماعي منضبط في الدفاع وفي الهجوم هذه ميزه غابت على المنتخب المصري من اربع خمسه سنوات او نسخ كاس عالم يعني المنتخب المصري صار متزن اكثر يعني يلعب بانضباط تكتيكي تشوفه في الـ في الـ في الهجمه المركزه يعني في الهجمه المركزه المنتخب يعرف ايش يعمل بالكوره متى يقوي النسق متى يضعف النسق يعني منتخب يعني على قولتكم اخوتنا المصريين جامد يعرف شو يسوي بالـ في الـ في الملعب في الهجمه المركزه الحاجه وكذلك في الدفاع انضباط تكتيكي خاصه 0-6 اسبانيه بحته يعني 0-6 100% اسبانيه وهذه بصمته البصمه الثانيه نتاع المدرب اللي برضه ما كانتش موجوده في المنتخب المصري هي مش عارف ان شاء الله نجمعها بالعربيه هذه بالفرنسي تورن اوفر فوالا تورن اوفر يعني اللعيبه كلهم تقريبا ال 16 يلعبوا ما فيش 16 بقينا بنشوف نجوم كبار بينزلوا 20 دقيقه في الملعب ويخرجوا انت لما تشوفي امس احمد الاحمر نجم احمد الاحمر صفر دقيقة أمام تونس تفهم المستوى الكعب اللي وصلوا لليفل المنتخب مصر صراحة فالميزة الثانية اللي دخلها المدرب في المنتخب المصري هي كونه تغييرات اللاعبين يعني كل 15 مثلا أمس نعطيك مثال أمس مباراة مفصلية مع منتخب تونس كان في الفورمة أمس 15 هو مرتاح في التغييرات كمان يا كابتن سيف عشان عنده أجيال مختلفة من اللعيبة كل واحد صحيح صحيح شوف هو ليش التغييرات يعمل فيها المدرب الإسباني عشان يضمن اللي هو يلعب في نفس الرتم على مستوى 60 دقيقة صحيح بمعنى أمس في ال 15 دقيقة سحب كل الخط الخلفي ودخل حط خط خلفي جديد وما حسيناش ليش؟ لأنه كل اللعيبة في نفس المستوى فالهدف بتاعه هو الهدف بتاع المدرب المصري يلعب دايما على مستوى الليفل اللياقي وخاصه الانضباط التكتيكي بس نشكرك شكرا جزيلا كابتن سيف الغرايري مدرب نادي الخور القطري لكره اليد وايضا المدير الفني السابق لنادي الترجي التونسي بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كمان توقعاتك بفوز المنتخب الوطني بكره باذن الله في المباراه النهائيه امام
كام فيردي. والحقيقه انه امبارح يعني المباراه كانت اجواءها حماسيه جدا جدا جدا، وكان فيها حضور قوي من وزير الشباب والرياضه ورئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، وده بكل تاكيد بيدعم اللعيبه بشكل كبير جدا. واحنا عمالين نقول انه الدعم مهم جدا لانه البطوله على ارضنا، فيعني طبيعي ان البطوله باذن الله تكون مصريه وتكون دي النجمه الثامنه للمنتخب المصري في افريقيا. احنا كمان من برنامج التاسعه بندعمهم وبنشجعهم، وعاملين هاشتاج اسمه شجع مصر وشجع ابطال كره اليد، النجمه الثامنه ومصر ابطال افريقيا، النجمه الثامنه تقترب. ادخلوا ودعموهم واكتبوا لهم كل الكلام الحلو اللي تقدروا عليه، وكمان مش بس تدعموهم على السوشيال ميديا، عايزاكم تروحوا وتشجعوا، لانه احنا اتحرمنا كتير من حضور المباريات. وزي ما في ناس بتحب تحضر مباريات لكره القدم، اكيد في جمهور كبير جدا وجمهور عريض جدا لكره اليد، وخصوصا لما نوصل نهائي افريقيا اكيد الموضوع مختلف، الروح هتكون مختلفه، الحماس هيكون اكبر بكتير. المباراه هتكون بكره الساعه 9 في 6 اكتوبر في صاله حسن مصطفى. مدعوكم كلكم انكم تروحوا وتساندوا المنتخب الوطني لكره اليد، واحنا هنفضل طول الحلقه نتكلم معاكم عن يعني المباراه النهائيه، وعن حتى كل التنظيم اللي حصل لهذه البطوله على ارض مصر. هيكون معنا كابتن حسام غريب، هنتكلم عن كل التفاصيل والكواليس اللي حصلت في البطوله. خليكم تابعينا طول الحلقه. دلوقتي نروح مع حضراتكم فاصل ونرجع بعد ونكمل الكلام. صوتنا كان واحد، تيابة شوية فات سنين كتير مش باين، لا قليل والفرحة جاية، ننسى أي منافسة بينا لأن اسم مصر أكبر وفريق بسهولة يكسب لما نصدق إنه يقدر. عمرك شفت حلم بيحلم بيه 90 مليون؟ طب عمرك شفت حد ساكت لما مصر جابت جول؟ مكسب إيه وفوز ده إيه؟ لو بتتفرج لوحدك انزل لف في الشوارع شجع وافرح واستهلا. هيلا هوب هيلا هوب كل الناس بتقول. اهلا بحضراتكم من جديد. وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينه برلين الالمانيه، وده كان بناء على دعوه من المستشار الالماني اولاف تشولز، وده للمشاركه في فعاليات حوار بيترسبورغ للمناخ يوم 18 يوليو الجاري. وده هيكون برئاسة مشتركة ما بين مصر وألمانيا، وطبعا ده كمان لأنه مصر بتستضيف النسخة القادمة من مؤتمر المناخ في نوفمبر القادم. الحقيقة أنه حوار بيترسبورغ واحد من أهم المحطات اللي بتعقد قبل الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية اللي هتعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر اللي جاي. وانه الحقيقة انه المؤتمر ده بيفتح فرصة كبيرة للتشاور والتنسيق ما بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة وصانعة القرار، واللي يعني دلوقتي بتواجه يعني تغيرات المناخية بشكل كبير. دعوة مصر للرئاسة المشتركة يعني تحتل الحقيقة مكانة كبيرة جدا وتقدير كبير جدا للدور الحيوي اللي بتقوم به مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مفاوضات تغير المناخ على السنوات الماضية. وفي اهتمام كبير جدا من كل وسائل الإعلام العالمية والعربية بهذا المؤتمر، لأنه بيحضر هذا المؤتمر رؤساء وقادة العالم، وكمان يعني رؤساء الشركات أصحاب الصناعات الكبيرة اللي هم أصلا سبب في مسألة التغيرات المناخية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن تحدث عن ضرورة التزام الدول العشرين
انها انتهى بالتزاماتها في مساله التغيرات المناخيه، ويمكن مساله التغيرات المناخيه ما كانتش متضحه للعالم بشكل كبير من سنوات، لكن يمكن السنين اللي فاتت القريبه شفنا فيها حرائق في غابات، وشفنا فيها فيضانات في دول ما كانتش بيحصل فيها الكلام ده. دول اوروبيه كانت بتكتسي دايما باللون الابيض، بقينا بنشوف ارتفاع في درجات الحراره كبير جدا جدا جدا. احنا بنتكلم في لندن اليومين الجايين درجه الحراره يمكن توصل 40. فمساله التغير المناخي اعتقد انها مساله غايه في الاهميه، بقت بتفرض نفسها على اي حوار ما بين القاده وزعماء العالم، لانها مساله غايه في الاهميه. استقبلت الجاليه المصريه النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المانيا بحفاوه كبيره جدا، كان استقبال يعني كبير واستقبال مشرف من الجاليه المصريه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين. حيث كمان القمه بتيجي مع يعني مرور 70 عام على العلاقات المصريه الالمانيه، وهي الحقيقه علاقات قوية وعلاقات متينة على كل المستويات. لو احنا بنتكلم على اتفاق في الرؤية السياسية مع كل قضايا المنطقة والقضايا كمان اللي بيمر بيها العالم، لو بنتكلم على مسألة التبادل التجاري فوصلنا ل 5.1 مليار يورو تبادل تجاري ما بين مصر وألمانيا. بنتكلم على شركات كبيرة ألمانية عاملة في السوق المصري، بنتكلم على 900 شركة ألمانية عاملة في السوق المصري، ويمكن كل المصريين يعرفوا سيمنز واسم سيمنز الموجود في مصر، قد ايه شركه سيمنز بتعمل على ارض مصر. ما اعتقدش ما فيش حد يعني في مصر ما يعرفهاش. بنشوف مع حضراتكم صور الجاليه المصريه في استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين النهارده. زي ما كنت بقول لحضراتكم، ملفات عده موجوده على طاوله المفاوضات في مؤتمر بيترسبورغ للمناخ اللي بيحضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور محمد الشيمي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه حلوان. مساء الخير عليك يا دكتور، وبنتكلم على مرور 70 عام على العلاقات المصريه الالمانيه، هذه العلاقات اللي بتتسم يمكن باتفاق على مستوى الرؤى، تبادل تجاري بشكل كبير، بنتكلم حتى عن انه السياحه الالمانيه بتتصدر للسنه الرابعه المرتبه الاولى في مصر، يعني اتفاق على اصعده عده. وايضا الحديث الهام جدا هو حديث عن التغيرات المناخيه مع استضافه مصر للقمه المناخيه القادمه في نوفمبر بشرم الشيخ. مساء الخير على حضرتك وكالساده المشاهدين. في حاله الامر زي ما حضرتك اشرتي، لا يمكن اهميه العلاقات المصريه الالمانيه على مدار عقود طويله. مصر يعني مرتبطه بعلاقات قويه مع يعني معظم الدول القاره الاوروبيه وخصوصا المانيا. المانيا من الدول الحقيقه اللي لديها تجارب رائده في عده مجالات، اهمها طبعا النهضه الاقتصاديه خصوصا بعد الحرب العالميه الثانيه، وحجم يعني التبادل التجاري والاقتصادي ما بين مصر والمانيا، تعامل اقتصادي مستمر على مدار يعني كافه العقود اللي كانت موجوده السابقه، بالاضافه طبعا كما اشرت فيما يتعلق بحجم السياحه ما بين الدولتين، حجم الاستثمارات الموجوده، اهميه وجود مجال التكنولوجي بشكل ضخم جدا. الحقيقه يعني حجم اهميه الزياره في التوقيت مهم جدا، مش بس عشان يعني كما تشير كثير جدا من وكالات الانباء فيما يتعلق بحضور قمه يعني بوترسبرغ للمناخ يعني والمؤتمر الدولي الخاص بالمناخ اللي هيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، لكن الحقيقه الخارجيه المصريه او السياسه الخارجيه المصريه في الفتره الاخيره بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعمل جاهدا على عده محاور الحقيقه، زي ما شفنا يمكن على مدار يومين سابقين في قمه جده، ويمكن خلال اليومين الحاليين في المانيا. الحقيقه مصر في دعم شديد جدا فيما يتعلق بحجم التحديات اللي بتواجهها مصر وعدد كبير من كل دول العالم الحقيقه، وعدد كبير من الدول العربيه. صحيح. كيف في الفتره السابقه كورونا وبعدها الازمه الروسيه الاوكرانيه وتحديات الطاقه، تحديات الغذاء، تحديات الطاقه خصوصا فيما يتعلق بموضوع الطاقه، وده يمكن اشير حضرتك يمكن يعني الفكره اللي انا عايز اربطها مش فقط بقمه المناخ ولكن بالطاقه. صحيح. يعني يمكن المانيا واحده من الدول المهتمه في الفتره السابقه في ظل الضغوط اللي بتمارسها اوروبا. طبعا ومساله الغاز المسال، خصوصا كمان فيما يتعلق بالهيدروجين الاخضر. صحيح. اللي هي واحده من المشروعات في مجال الطاقه، الهيدروجين الازرق، يمكن في متخصصين مجال الطاقه بيعرفوا يعني النقطه الخاصه بالتعامل مع هذا الامر. في اتفاقيه موقعه بين انجولا والمانيا في الفتره يعني السابقه في الاسبوعين الماضيين، وحجم استثمارات موجوده من المانيا في عدد من الدول الافريقيه فيما يتعلق بالطاقه. مصر واحد نعم جيدا ان مصر هي بوابه افريقيا لاوروبا، وحجم التعامل ما بين مصر والمانيا بيسمح بهذا الامر.
فالحقيقه واحده من اهم الحياه الايجابيات المتعلقه هي فكره اختيار التوقيت اللي من خلاله مصر تقدر تتعامل بدأب شديد، لان اوروبا والوطن الامريكيه لديهم حوافز كبيره جدا لعدد من الشركاء في العالم ليه فيما يتعلق بحمل ازمه الطاقه والتعامل مع الجانب الروسي اللي بيحاول يضغط في ظل الازمه الاوكرانيه لايجاد بدائل للغاز الروسي. ف اعتقادي دكتور، حضرتك شايف انه مصر ممكن تكون بديل في مساله الغاز ومع كمان غاز شرق المتوسط؟ بالتاكيد، لان يمكن الاطروحات اللي وضعتها قمه جده من يومين احنا بنتكلم على فكره وين وين سيتويشن، هي فكره المكاسب المشتركه. يمكن انه ده واحده من الاجابات اللي بدات توضع في الاعتبار فيما يتعلق بالغاء مفهوم التبعيه اللي يمكن كان على عقود طويله جدا المنطقه الشرق الاوسط كانت بتسير فيه ما قبل 2011، حضرتك تعلمي هذا جيدا. لكن مفهوم فكره هي المكاسب المشتركه على اعتبار ان هناك في مكاسب تستطيع حتى دول الشرق الاوسط ان تحققها في ظل احتياج دول العالم زي الولايات الامريكيه واوروبا للجانب الاطراف العربيه منها مصر. فبالتالي التعامل المصري في هذا الامر بيعطي هذا الحاجب، بيعطي هذا الزخم للموقف، خصوصا فيما يتعلق ان مصر دوله رائده في مجال الاستثمارات في مجال الطاقه بالتحديد. ويمكن منتدى الشرق المتوسط اطروحه يعني واحده من المشروعات اللي طرحت في قمه جده في اطار مجموعه بدائل ومحاور الحقيقه. ونعلم جيدا حجم الثناء اللي يمكن المحاور المحدده اللي حطها يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار كلماته امام القمه الاخيره، واللي وضعت يعني واحده من اهم التحديات هي فكره فيما يتعلق بالتنميه وتحقيق الامن عن طريق التنميه في مجال الطاقه بالتحديد والحفاظ على المناخ. ويمكن انا عايز اشير بس مفهوم المناخ ان مصر في كل الكلمات اللي في المنتديات يعني الدوليه خصوصا في الامم المتحده كانت بتؤكد دوما على مفهوم التنميه المستدامه فيما يتعلق بتحقيق يعني الحفاظ على المناخ بشكل يعني شديد الاهميه، خصوصا ان القمه القادمه زي ما حضرتك اشرتي اللي هتعقد في نوفمبر في شرم الشيخ بتحمل معاني هي اهتمام الجانب المصري بهذا الشان بالتاكيد. طيب، حضرتك شايف انه كمان ده لقاء اول ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين المستشار الالماني الجديد اولاف تشارلز وقضايا الشرق الاوسط، ويعني ايه الاختلاف ما بين المستشاره الالمانيه انجلا ميركل والعلاقات ما بين البلدين في يعني فتره المستشاره الالمانيه انجلا ميركل و حاليا المستشار الالماني اولاف تشارلز؟ يعني مستمره هذه العلاقات على مدار السنين؟ يعني بنتكلم عن تطور كمان في هذه العلاقات. تشارلز جاب بمجموعه محادثات جديده لقياده المانيا. الحقيقه نعلم جيدا ان انجلا ميركل كان عندها يعني نهضه قويه جدا قدرت تقود المانيا اقتصاديا، على المستوى السياسي ايضا دور مهم جدا مارسته المانيا، ولكن لا زال هذا الدور في اطار الدور الاوروبي. تشارلز بعض التحليلات يمكن في اطار المؤشرات الاولى لدوره عايز يعطي لالمانيا دور مختلف عن ميركل، خصوصا ان ميركل كانت لديها قناعات باستمرار المانيا داخل الاتحاد الاوروبي في هذا الرقم. تشارلز لديه بعض يعني اعتقادي ان هو هيستمر رؤيه مختلفه لبعض القضايا، لكن الاستمرار في سياسه ميركل خصوصا في الازمه الحاليه، ولكن الكثير بيؤكد ان تشارلز لديه رغبه ان تصبح المانيا يعني بوضع اخر، خصوصا ان الساحه الدوليه بتسمح بهذا الامر. نعلم ان الخروج البريطاني ويعني وبريطانيا من الاتحاد الاوروبي من الاتحاد الاوروبي كانت لديها رغبه ان تمارس دور في فراغ امني في النظام الدولي بعد الانكماش الامريكي، اصبح الامر كمان مطروح للقوى اخرى موجوده على رؤساء المانيا. المانيا دوما عندها طموح لممارسه ادوار مختلفه، خصوصا بتمتلك معايير قوه يعني نعلمها جيدا في مجال العلاقات الدوليه يعني. فبالتالي تشارلز لديه هذا الطموح ولديه هذه الخطط، ولكن يعني في وضع الازمات المتتاليه اللي بيمر بها العالم ما بيديلوش المساحه دي في الوقت الحالي، لكن في غضون فتره ما ويمكن دائما معظم الكتابات بتركز ان هو لديه فكره سياسه الاستعداد للانطلاق الالماني لمجال اوسع من مجال الاتحاد الاوروبي. صحيح دكتور، يمكن دلوقتي ملفات عده بتفرض نفسها على اجنده اولويات جميع الدول. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشيمي استاذ العلوم السياسيه بجامعه حلوان.
حلوان، واحنا مستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا لزياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين لحضور قمه بيترسبورغ للمناخ، وحديثنا هيكون مفصل كمان عن التعاون المصري الالماني على كافه الاصعده. دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني الحقيقه، ويمكن احنا شويه كمان رجعنا من اجازه العيد، ناس يمكن شويه عيانه ونقول ده برد مروحه، وطبعا مفيش حاجه اسمها برد مروحه، هي كورونا، لكن احنا عندنا اعتقاد ان كورونا خلصت، ووزاره الصحه قالت انه لسه كورونا هذه الجائحه لم تنتهي بعد، ويعني لسه ما عرفناش كلمه النهايه في كورونا. المشكله هي في تعاملنا مع العيا. احنا كمصريين ما نحبش العيا وما نحبش نرقد وما نحبش نقعد في البيت عيانين، فنعمل ايه؟ نشوف بقى اي خلطه كده تخلينا نقوم بعد يومين ننزل ولا كاننا عيانين، والحقيقه انه ده بيحصل، وما اعتقدش ان محدش فينا سمع عن حقنه البرد اللي بتروح الصيدليه تقول للصيدلي حط لي كده ايه ثلاث حاجات كده على بعض، مضاد حيوي على كورتيزون، سموها حقنه هتلر عشان نزله البرد دي تروح بسرعه. خطوره حقنه هتلر دي يعني ممكن تؤدي لا قدر الله للوفاه، والحقيقه انه يعني انا اعرف ناس كتير ودخلت معاهم في جدال، وهم طبعا مش دكاتره، يعني هم بس شايفين انه ممكن حد يكون خدها وما توفاش منها، فشايفين انه دي حاجه يعني عاديه ممكن نستخدمها طالما بنخف بسرعه. تعامل خاطئ جدا، ومساله انه يعني نخلط ادويه على بعض، ده اصلا حاجه من غير ما تبقى دكتور لازم تعرف انها حاجه غلط جدا، مساله تركيب الادويه على بعض ونحط مضاد حيوي على الكورتيزون، وصفات طبيه بنقولها لبعض يعني مش عارفه ازاي الصراحه، وبنتنقلها وبنستخدمها على اساس ايه مش عارف. حد يكون شغله مثلا تقيل شويه وما يقدرش طبعا، يعني ربنا يعين الناس كلها، يقعد في البيت شويه او يغيب شويه عن شغله لان ده ممكن ياثر على دخله، لكن انت يعني ممكن يحصل لك حاجه فيعني الاسره تفقد العائل بتاعها بسبب ان انت اخدت حقنه زي دي. وزاره الصحه المصريه حذرت من الحقنه دي وقالت انه دي ممكن توقف عضله القلب زي ما بقول لحضراتكم وتؤدي للوفاه، وما ينفعش ابدا انه حد ياخدها. ارجوكم ان احنا نستمع لكلام الدكاتره ونبطل موضوع انه كلنا دكاتره وكل المصريين بيوصفوا العلاج لنفسهم. بقول الكلام ده والله لنفسي قبل ما اقوله لحضراتكم، انه نبطل ناخد ادويه من غير استشاره اطباء. خلينا دلوقتي نروح للمتخصصين ونسمع كلامهم. دكتوره نهله عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعه والتغذيه ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعه القاهره، مساء الخير عليك يا دكتور. ويمكن كنت بقول ناس كتير راجعه من الاجازات في انتشار لدور برد او كورونا، لانه ما اعتقدش ان دلوقتي ممكن يكون في ادوار برد عاديه، او لابد ان احنا نتعامل مع ادوار البرد العاديه على انها حتى كورونا علشان ما نعديش بعض، كل واحد مناعته مختلفه عن الباقيين. استخدام الناس المفرط للادويه سواء بنتكلم على المضادات الحيويه او يعني حقنه زي اللي احنا بنشوفها، بالتاكيد حضرتك سمعتي عنها وسمعتي ان الناس بتروح الصيدليات وتاخدها، ده ممكن يعني يعمل ايه فينا؟ هو طبعا كانت بتتقال عليه حقنه البرد، ونظرا انها كانت بتتقال حقنه البرد وبدانا نهاجمها في برامج كتير وبلاش يا جماعه تخلطوا حاجات على بعض، بتبقى عباره عن مضاد حيوي قوي جدا كورتيزون ومضاد التهاب او مسكن. بدانا نهاجمها ونقول يا جماعه المضادات الحيويه اولا ممكن تكون عدوى فيروسيه، فالمضاد الحيوي ممكن ما ينفعش حاله العدوى الفيروسيه. ثانيا ان احنا البكتيريا دايما العدوى البكتيريه لازم بنحاول نعمل مزارع علشان نقدر نعرف نوع البكتيريا بالظبط وهل هيتفاعل معاها ولا لا، عشان تديها مضاد حيوي يناسب الحاله، صح يا دكتور؟ بالظبط كده، يعني انه مش اي مضاد حيوي تاخده من الصيدليه يشتغل عليك. ايوه فهمت. يعني هو بفكره الوقت بقت المزارع مرعبه، يعني الناس بتتنبأ ان احنا من كتر ما بنفرط في المضادات الحيويه من غير ما يكون ليها مزارع صح، من غير ما تتاخد صح، من غير ما تتاخد الجرعه بطريقه صح، حقنه واحده مش عمرها ما هتنفع ولا تبقى شافيه، يعني هو ينام ويقوم يلاقي نفسه خف، بس مش بالضروره ان كل الناس تخف، مش بالضروره لا قدر الله. ان احنا عارفين كويس قوي ان الاوميكرون بدا، هو فعلا كورونا ضعيف، ولكن في بعض الناس اللي عندها امراض مزمنه ممكن يبقى قوي. ده بالنسبه للمضاد الحيوي. بالنسبه للكورتيزون ممكن يضعف المناعه بطريقه او باخرى. احنا مش بقى. وبعدين الفكره ان المضادات الحيويه احيانا بيبقى في ناس حساسيه من نوع معين. صحيح. ممكن مش عارف، يعني ممكن ياخد يعني بالصدفه ياخد مضاد حيوي هو يكون عنده حساسيه منه. بالظبط كده، يقع. اعتقد يا دكتور نهى لو مساله خلط الادويه على بعض دي اصلا ممكن تعمل حساسيه للعيان.
هي مش كل الناس يعني هتتفاعل معاها صح، دي مشكله. وبعدين المشكله ان اللي بيخلص لا يمكن يكون صيدلي، بيحصل بيبقى حد واقف مثلا في منطقه ريفيه، صحيح، في منطقه منزاويه مش عليها رقابه، للاسف ممكن يبقى خريج اي حاجه غير المجال الطبي، مع احترامي للجميع ولكن كل واحد في مجاله. لا هنا لازم نسمع للمتخصصين بالظبط كده يا فندم، كل واحد في مجاله شاطر فيه. يعني انا ما اقدرش مثلا اشتغل شغل مثلا العامل البسيط. طب دكتور الحقنه دي ممكن تؤدي الى الوفاه؟ اه طبعا، ما انا بقول لحضرتك لو حصل نوع من انواع الحساسيه، في ناس ممكن توصل معاها الحساسيه للإديمة في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في بالضبط في الـ في اللاركس او في يعني في التنفس في القصبه الهوائيه، وممكن يقع عيان. بالنسبه للكورتيزون ممكن لا قدر الله هو لو عيان عنده سكر، لو عيان عنده ضغط ممكن يرفع له الضغط بصوره مش مظبوطه. هو بيجي حضرتك هو مش كاشف ومش عامل اي حاجه، بياخد الحقنه دي على بعض. هل انت كشفت عليه؟ مين اللي اطلق عليها حقنه هتلر يا دكتور؟ ولا ده اسم الناس بتستخدمه؟ هو اسم بيستخدموه عشان يعني ان هو يعني رمز للقوه، قوه يعني. يعني بالظبط كده، انت خلاص النهارده هتاخدها. وهو معلش ما تزعليش مني، ساعات بيبقى الوصف الكورتيزون ده محتاج حاجات كتير قوي عشان يتوصف. لا الكورتيزون سلاح ذو حدين، دايما نسمع كده. بالظبط كده يا فندم، يعني هو بيعمل كمبيوتر لحالات معينه ومش كل الحالات. طيب دكتور دلوقتي الحقيقه سؤال مهم جدا ان انا اساله لك، احنا دلوقتي تقريبا يعني في موجه جديده من كورونا، انا مش عارفه دي موجه جديده من كورونا ولا هو دور برد مثلا موجود، هل هو متحور جديد من كورونا؟ لسه الحالات يمكن عددها اقل من انه يتقال عليها موجه، لكن في حالات ظهرت كورونا بعد ما كنا يعني بنعيش فتره كده الحالات قليله جدا وبنسمع يعني اقل عن كورونا. دلوقتي انا اعرف ازاي ان اللي عندي ده برد ولا يمكن يكون أوميكرون أو كورونا متحور جديد؟ الفرق ما بين الأعراض اللي يمكن الناس كلها بقت بتختلط عليها الأمر في يعني مسألة الأعراض دي، أفرق إزاي؟ هو هقول لحضرتك حاجة، الأوميكرون بدأ يحصل له سب تايب منه أو متغيرات كتير وهيستمر معانا. هو ضعيف لكن سريع الانتشار، وصرحت منظمة الصحة إن هيحصل لسه سب تايب كتير قوي أو متغيرات كتيرة من الأوميكرون. الفكره ان احنا هنعتبر اي دور برد عندنا كورونا او اوميكرون، ونعزل نفسنا على الاقل اسبوع او 7 ايام، نستخدم ادوات شخصيه، نحاول على قد ما نقدر هنعالج الاعراض في كل الاحوال، سواء كان دور برد سواء كان كورونا، نرتاح 7 ايام، نعالج الاعراض على قد ما نقدر. لو الاعراض بتاعتنا بتكيور يعني بتخف، مفيش ضيق في التنفس، مفيش ارتفاع في درجه الحراره، خلاص الدنيا هتعدي. لو حصل انه حاسس الاعراض بتزيد معاه، لا لازم يلجا للمستشفى. يعني 7 ايام يعزل نفسه ويتعامل مع نفسه على انها كورونا، ودي مساله مهمه انه الناس ترجع تاني لموضوع انه لما احس بدور برد اعزل نفسي، لانه اعتقد الناس نسيت الكلام ده. بالظبط، وراحه وسوائل مهم جدا، راحه وسوائل واكلات خفيفه جدا، نبعد عن الاكل المقلي، نبعد عن المياه الغازيه، عن الحاجات اللي زي كده، علشان الجسم بس يبتدي يبقى مقاومته تبقى احسن. طيب يا دكتور انا كنت بسالك، يعني ما فيش حاجه اقدر افرق بيها اجزم ان هي كورونا؟ يعني هل مثلا التهاب الحلقه، هل مثلا ارتفاع في درجات الحراره؟ هو هقول لحضرتك ولا الناس تروح تعمل الاختبار الخاص بكورونا؟ الاعراض لا، هو البي سي ار بيفرق، بس احنا قلنا الكيور بتاع البي سي ار او الـ او الاكيوريسي بتاع البي سي ار بتاعنا بيوصل لحوالي 65%. يعني حضرتك تقصدي ان ممكن يكون حد مصاب ويطلع سلبي، وبعدين السب تايب او ان انت تفرقي الانواع الجديده دي موجوده في عامل مخصوص قوي، فاحنا بنتكلم على اساس ان ايه، نحافظ على الناس من التكلفه. فالحل ايه؟ ان احنا نعتبر ان هو كورونا ونعالج الاعراض ونعزل نفسنا. صحيح. دكتور نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. دلوقتي هسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع بعده ونكمل باقي فقرات التاسعة، خليكم دايما معانا. والله دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية دعم كبير جدا للشباب المصري وللرياضة المصرية. احنا الحمد لله بنعيش طفرة بهذا الدعم الكبير في الرياضة المصرية، استضافة مصر لأكبر الأحداث العالمية. أنا بأكد وبركز أهو 158 بطولة عالمية على أرض مصر رسمية، يعني من خلال
اتحاد. احنا بدأنا من أول 2019 كأس الأمم الأفريقية تصفية 23 سنة المؤدية للأولمبياد، عندنا بطولة العالم لكرة اليد، وده كان في ألف كوفيد وكان تحدي كبير جدا، وتوالت بقى الاستضافات. حاليا في بطولة العالم للسلاح، ودي اتعملت مرة 1949 بافتتاح الملك فاروق في الفترة ديت. احنا النهاردة بنستضيف نسخة 2022، 105 دولة، 2000 لاعب وإداري، حاجة مهمة جدا وحاجة كبيرة جدا. بال كبير قوي من مركز الشباب. احنا كان عندنا الأضواء التمهيدية عدد 24 فريق اتأهل منهم على المستوى النهائي، مركز الشباب الحكمنا مركز أول، ثم جينا اخترنا من ضمن 27 فريق مركز شباب العبور طلع من أفضل 5 ليكمل ال 32 فريق اللي هم بيعملوا الأدوار. جت القرعة حطت الحكمنا مركز شباب الحكمنا ومركز شباب العبور في أول ماتش إن شاء الله. الفترة الأخيرة دي اللي كل حاجة اتغيرت عن السنين اللي فاتت، في اهتمام، حكام كويسة بتنزل تحكم، في احترام للاعيبة، مش علشان مراكز الشباب يبقى هم قليلين. الأول كانوا بقى قليلين، الحكم بينزل حضرتك يعني ايه مركز شباب بينزل يحكم أو يحكم للاعيبة ولا أي مستوى، ماتش كده كده هاجي أحكمه وهمشي. السنة دي في اهتمام، حكام بتيجي من الدوري الممتاز بتحترم الصغار قبل الكبير في الملعب. دعم كبير جدا للشباب، هي الدولة دلوقتي متجهة اتجاه كبير جدا لدعم الشباب وعشان تحقق حاجات كبيرة جدا في الأولمبياد وفي المحافل الدولية إن شاء الله. أنا أول مرة في حياتي يعني أشوف راعي أولا، وشايف إن الدولة بصراحة يعني بتسعى إن احنا تسعى تطور الكرة في مصر، تطور مراكز الشباب، تطور حاجات كتير. يعني بصراحة يعني أنا منبهر بمصر ببلدي، يعني بصراحة يعني مش قادر أوصف مدى سعادتي لمصر بصراحة. وإحنا الحمد لله بنقدر نوعد بس الأهلية، إحنا والبرامون الفرقة التانية اللي هي كملت إن شاء الله هنفنش في حتة كويسة إن شاء الله. الاستفادة من دوري مراكز الشباب هو بيعمل بنية تحتية لمركز الشباب وبيزود من الدخل لمركز الشباب، تقدر تصرف عليه في الدرجة بعد كده. يعني احنا مدخلين لمركز شباب في البطولتين حوالي 300,000 جنيه، فبنبدا نصرف على الفرقه بقى من قطاع من الناشئين، ونعمل قطاع ناشئين عشان خاطر نعرف نصرف عليهم في اللي جاي، نعمل ناشئ كويس نقدر نخش من القسم الرابع للقسم الثالث، نبدا نوصل في مراكز في الدرجه لحد ما نوصل للدوري الممتاز. نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة، ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. نجوم التاسعة اللي كان المفروض ينتهي نص الشهر ده، لكن تم يعني مد الفترة لنهاية شهر 7 علشان تقدر كل المواهب اللي نفسها تقدم تقدر تقدم، وندي الفرصة لكل الناس انها تحقق حلمها وتشترك في المسابقة. فبدروا وقدموا، لو انت موهوب في الغناء او في الشعر او في القصة القصيرة ابعت لنا، وابعت لنا احلى ما عندك. دايما اجتهد انك يعني تقدم احسن ما عندك، لانه المنافسة قوية والمنافسة مش سهلة، لكن الفرصة كمان كبيرة انك تظهر موهبتك للناس على القناة الاولى من خلال برنامج التاسعة. ابعتوا لنا على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا هنعرض مع حضراتكم كل المواهب الجميلة اللي هتجيلنا ونستمتع بيها. خلينا نروح دلوقتي نشوف بعض المواهب دي ونستمتع بيها زي ما قلت لحضراتكم.
وأما براوة براوة وأما براوة نور حبيبي طراوة آخر طراوة قلت حبيبي وملانة وعطشانة يانا أروح له ولا أروح أشرب حنانة أروح له ولا أروح وبلا الشقاوة أما براوة براوة على الشقاوة وأما براوة براوة وأما براوة نور حبيبي طراوة آخر طراوة أنا قلبي قلبي دالي هيلي حبوبي معايا من قبل ما أشوفه قلبي دم رايا مرسوم مرسوم في هاتفه شايفة في خيالي سمع بيقول لي يا حياتي تعالي 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 يا حياتي تعالي 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 غني لي تملي وقولي لي تملي الحب ده غنوة كلها أحلاها يعني المواهب كتيرة على أرض بلدنا ويمكن جودي مختارة أغنية ليلى مراد يعني الأغنية طبعا كبيرة عليها شوية لكن الحقيقة أديتها بشكل حلو أنتوا كمان قدموا أحلى ما عندكم وبعتوا لنجوم التاسعة علشان يكون ليكوا فرصة التواجد مع نجوم التاسعة وتحقق حلمك إحنا بنكلم كل محافظات مصر كل اللي عنده موهبة يقدم لنا سواء في القصة القصيرة أو في الشعر أو في الغنى إحنا هنكون منتظرين المواهب دي وهنعرض أحلى المواهب اللي بتجيلنا وفي النهاية يكون في لجنة من يعني ناس طبعا متخصصين يختاروا المواهب اللي تستحق انها تفوز في مسابقه التاسعه، المسابقه موجوده نجوم التاسعه لحد اخر الشهر ده وبعد كده هيتم اختيار واعلان الفائزين من المواهب اللي اتقدمت لنا في نجوم التاسعه وهيتم ده على مراحل، الحقيقه انه المعرفه والثقافه والفنون دايما كانت مصر مصدر ليها على مر العصور، مصر يمكن يعني بلد صاحبه حضاره كبيره جدا 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 علمت العالم الكثير من الفنون والعلوم والثقافة وإحنا بنعتز بده جدا لأنه بالعلوم نقدر إن إحنا يعني ننتصر على أي جهل وأي ظلمات وأي أفكار سلبية بتضايقنا موجودة في المجتمعات على ذكر الكلام ده إحنا عندنا إشادة من منظمات اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولي بتجربة مصر في بناء نظام التعليم الجديد ودعت كل الدول الأعضاء ودول موجودة يمكن أكثر من 190 دولة موجودة في هذه المنظمات إنهم يستفيدوا
من بنك المعرفة المصري اللي صنفته ك يعني أفضل منصة معرفية علمية، منظمة اليونسكو صنفته أنه أفضل منصة معرفية علمية متكاملة في العالم. الحقيقة إشادة يعني كبيرة جدا بهذه المنصة، هنتكلم عنها بالتفصيل. بتنضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتورة محبات أبو عميرة الخبير التربوي والأستاذ بجامعة عين شمس. مساء الخير عليك يا دكتور، وإزاي استقبلتي مسألة إشادة اليونسكو ببنك المعرفة المصري؟ ويمكن دي يعني خطوة هامة جدا جدا جدا، ويعني كنت بقول إنه لطالما مصر كانت أرض الحضارات ويمكن يعني علمت العالم كله وكتبنا على الجدران وعلى ورق البردي، فيعني حقنا إن احنا النهاردة نكون يعني في بهذه الإشادة من منظمة اليونسكو ببنك المعرفة المصري. أهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. هو طبعا يعني بعد ما تولى الرئيس السيسي الحكم في 2014 اعتقد كده بعدها بسنتين في 2016 رئيس السيسي اطلق مبادره نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، ومن هنا كانت هذه المبادره هي البدايه لبنك المعرفه، لان التفكير والإبداع بينطلق من أن الطالب بيبحث عن المعلومة بنفسه. فدي كانت الحقيقة البداية. لابد ده طبعا نشيد مبادرة السيد الرئيس في هذا الموضوع، تعلم وليس تعليم يا دكتور محبات بالطريقة التقليدية اللي احنا كبرنا عليها. لا تعلم، لأن التعليم حضرتك بيشارك فيه المدرس، لكن التعلم الطالب هو اللي بيعلم، بيبحث عن المعلومة، بيفكر تفكير استقلالي، تفكير سيكيوليتيف مستقبلي، بيفكر بنفسه، بيتوصل للمعلومة بنفسه، فبينتج شخصية ليست اتكالية ولكن شخصية مبدعة. اليونسكو النهارده الحقيقة طبعا لما يعني أشادت ببنك المعرفة المصري كأفضل منصة معرفية علمية على مستوى العالم، فأنا بتصور إن دي خطوة هامة جدا وخطوة غير مسبوقة، وبتطالب الدول الأخرى في الاستفادة من بنك المعرفة. وعايز اقول كمان ان بنك المعرفه، لان بعض الناس فاكره ان بنك المعرفه مقتصر فقط على التعليم قبل الجامعه، لا، احنا عندنا في الجامعات المصريه الباحثين في الماجستير والدكتوراه بيستخدموا بنك المعرفه، الناس اللي بيترقوا الى وظائف ترقيه اساتذه واساتذه المساعدين بيستخدموا بنك المعرفه، القراء. لو نوضح للناس يا دكتور محبات، الناس اللي ما تعرفش ايه هو بنك المعرفه وازاي بيفيد الباحث عليه سواء كان طالب في المرحله ما قبل الجامعيه او كمان المرحله الجامعيه. سؤال جميل. بيبقى حسب كل مرحله عمريه، يعني يبدا من الاطفال مثلا المرحله العمريه الصغيره بيعرضوا لهم فيديوهات، يعرضوا لهم مثلا بعض الحاجات اللي هي مشوقه في بالذات في مواد العلوم والرياضيات اللي هي المواد بتبقى صعبه شويه، بيعرضوا لهم مواد تفاعليه، فدي طبعا في المرحله الاولى من التعليم. لكن في مثلا في المرحله الثانويه يبتدوا بقى يعرضوا لهم ازاي ان هو يتعلم بنفسه، يبتدي يديله مثلا بعض المنصات التعليميه ان هو يبحث مثلا ازاي يتوصل للقانون او القاعده بنفسه. في المرحله بقى الاعلى شويه مرحلة الجامعة ازاي يعمل بحث، ازاي يعمل مشروع تخرج، ازاي يشوف دول العالم الاخرى. يعني كمان من مميزات بنك المعرفة ان الطالب او الباحث او القارئ المصري وسافر، يعني ان هو بيشوف تجارب الدول الاخرى، الاطلاع والاستفادة من التجارب الدول الاخرى بالظبط كده، يستفيد منها. يعني مثلا التجربة البريطانية، التجربة اليابانية، تجربه مثلا الفنلنديه، في فنلندا مثلا، ازاي ان هم بيشوقوا الاطفال او الاولاد الى حب مثلا ماده الرياضيات. فهنا في الحاله دي يعني المدرس نفسه، يعني المدرس في المدرسه بيستخدم بنك المعرفه. كمان بنك المعرفه بنستخدمه في عمليه التريننج للمدرسين، تدريب المدرسين، لان عارفه كيفك دلوقتي ما عادش اللي هو فيس تو فيس او ان احنا بنعمل مثلا تدريب مباشر، لا دلوقتي عن طريق بقى التعلم الالكتروني والتعلم الرقمي بيبقى فيه التدريب عن طريق او التريننج عن طريق الانترنت وعن طريق الفيديو كونفرنس،
وبنشوف الحقيقه اجتماعات كمان بتسيبنا عن طريق هذا الموضوع. وده مهم جدا يا دكتور كمان ان احنا يعني ندرب المعلمين على الطريقه اللي احنا عايزين الاولاد يعني يتعلموا بيها، لانه المعلم في النهايه كمان هو بيكون في الخط الاول مع الطلبة، فمسألة انه يستخدم بنك المعرفة ده يشجعهم ويشجع اولياء الامور على استخدام بنك المعرفة. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محبات ابو عميرة الخبير التربوي والاستاذ بجامعة عين شمس على وجودك معانا. دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مفاصل ونرجع بعد نكمل الكلام، خليكم دايما معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، ونتكلم دلوقتي عن زياره السيد رئيس عبد الفتاح السيسي لمدينه برلين اليوم للمشاركه في فعاليات حوار بيترسبورغ للمناخ، وده برئاسه مشتركه ما بين مصر والمانيا. اهداف كثيره للقمه ومكاسب منتظره من المشاركه في هذه القمه، وطبعا يعني ما يخرج من قمه بيترسبورغ للمناخ دائما ما يؤخذ كتوصيات في النسخه القادمه لمؤتمر المناخ، واللي هتعقد داخل جمهورية مصر العربية على أرض مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم. دلوقتي هنتكلم مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية بالتفصيل عن هذه الزيارة. مساء الخير يا دكتور، ويمكن نتحدث عن 70 عام من العلاقات المصرية الألمانية، وبنتكلم يمكن دلوقتي أنه تغير المناخ يعني هو ضيف وإن كان ثقيل لكنه ضيف رئيسي على كل يعني طاولات المباحثات ما بين الرؤساء والقادة في العالم، وإنه قضية تغير المناخ قضية بقت غاية في الأهمية لما شاهدناه مؤخرا من فيضانات وحرائق ما كانتش بتحدث في هذه البلدان. لكن يمكن المختلف هذه المرة كمان بحضور كبرى يعني كبريات الشركات، رؤساء كبريات الشركات الصناعية اللي هم مسببين بشكل أساسي في التلوث، طبعا ده بجانب رؤساء وقادة الدول. مسألة التمويل المناخي هو ده اللي أنا عايز أبدأ بيه مع حضرتك، لأنه دي المشكلة، عدم الالتزام بواجبات الدول الـ20 وعدم الوفاء بالتزاماتها في مسألة التغير المناخي. يعني أولا أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. بالتأكيد دعوة السيد الرئيس لحضور حوار بيترسبورغ للمناخ في برلين أو في ألمانيا هو دعوة وتقدير للقيادة المصرية وللدولة المصرية لما تقوم به في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول لحماية الكوكب، لأنه بالمناسبة هذا الدور المصري مصر لعبته منذ عام 2015. في عام 2015 كانت المباحثات على أشدها بين مختلف دول العالم للتوصل وقتها لاتفاقية باريس للمناخ، كانت في أكتوبر 2015. مصر وقتها كانت بتقود الجانب الأفريقي، يعني مصر شاركت بفعالية في صياغة الاتفاق الإطاري لاتفاقية باريس للمناخ 2015، واللي هدفه الوصول أو تقليل درجة حرارة الأرض 20-30 بنسبة درجة 1.5 درجة مئوية. من 2015 وحتى الآن مصر لعبت دور كبير جدا جدا، أولا بالتعريف بالظلم الواقع على ما يسمى بدول الجنوب وتحديدا في الدول الأفريقية والدول النامية، لأن الدول الأفريقية تحديدا بتشارك في التلوث العالمي بنسبة 5%، لكن واقع عليها أو بتدفع تداعيات وارتدادات هذه الأزمة بنسبة كبيرة جدا. اتفاقية باريس للمناخ وضعت إطار للتمويل، حضرتك سألت عن التمويل ودي نقطة مهمة جدا. وضعت إطار للتمويل إن الدول الغنية بتؤدي 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة بحيث تساعدها على فكرة التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية الأرض وحماية المحيطات وغيرها. طبعا دايما في المؤتمرات الدولية بيكون هناك يعني نوع من الوعود الكبيرة، هناك من الأمال الواسعة، لكن ربما يكون على أرض الواقع الأداء أقل من هذا الأمر بكتير. طبعا في السنتين بتوع كورونا تحديدا 2020 و2021 كان المبلغ المقدم للدول النامية أقل من هذا الأمر بكتير، عشان كده مصر بتتبنى في كل المنتديات والمجتمعات والمؤتمرات الدولية فكرة ضرورة أن تلتزم الدول الغنية تحديد الدول الـ20 الغنية بدعم الدول الفقيرة. طبعا مصر لها كمان استضافت مصر مؤتمر المناخ في نوفمبر القادم ومؤتمر بيترسبورغ أحد المحطات المؤهلة أو قبل مؤتمر كوب 27 اللي هيكون في نوفمبر.
وبيؤخذ بهذه التوصيات اللي بتخرج من المؤتمر ده لأنه دول الحاضرة دول صانعة للقرار يعني صانعة للقرار وبتشارك طبعا في التلوث لكنها أيضا عندها إرادة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر اللي حصل مع حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية خلى كمان الدول اللي كان عندها نية أنها تتحول ل يعني الطاقة الخضراء زي ما بيقولوا تتراجع عن ده وترجع تستخدم الوقود الأحفوري وعندنا نموذج حتى ألمانيا يعني بالمناسبة صحيح. مؤتمر بيترسبورغ للمناخ ده بدأ سنة 2010 يعني ألمانيا من أوائل الدول اللي عندها إرادة صادقة وإرادة فعلا ونية صادقة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وبالمناسبة ده مش حتى في التصريحات الألمانية ده في السياسة الألمانية احنا لو شفنا الائتلاف الحاكم في ألمانيا حزب المؤتمر حزب الاتحادي الاشتراكي الألماني بقيادة المستشار شولتز الكتلة الثانية والحزب الثاني في الائتلاف حزب الخضر اللي هو بترأسه وزيرة الخارجية الألمانية الحالية اذا حزب الخضر اصبح كتلة رئيسية في الحكم في ألمانيا او في الائتلاف ده معبر على عن الى اي مدى دولة مثل ألمانيا هي الاقتصاد الأول في أوروبا الناتج القومي عندها 3.6 تريليون يورو سنويا بتهتم بقضية المناخ عشان كده أنا في تقديري كانت دعوة مصر ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يعني الرئاسة المشتركة لهذا المؤتمر لكن أيضا خلينا نتكلم إن في عمق في العلاقة المصرية الألمانية حضرتك تكلمت عن 70 سنة من العلاقات المصرية الألمانية وتحديدا تعمقت هذه العلاقة أنا في تقديري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي زار ألمانيا أول مرة في يونيو 2015 هذه الزيارة الخامسة الرئيس زار ألمانيا في 2015 وفي 17 وفي 18 وفي 19 وهذه الزيارة الخامسة المستشارة السابقة المستشارة ميركل زارت مصر مرتين في 2017 و2019 أثناء القمة الأوروبية العربية والتقى الرئيس السيسي مع المستشارة ميركل أكثر من مرة خارج الأراضي المصرية وخارج صحيح. الأراضي الألمانية صحيح. كان منها في 1 نوفمبر اللي فات في بمناسبة مؤتمر جلاسكو وكان برضو أيضا عن المناخ فالعلاقة المصرية الألمانية هي علاقة متشعبة وبتغطي كل المجالات صحيح وفي نوع كبير من توافق الرؤى لو احنا هنتكلم عن الملفات ملف يمكن من أهم الملفات اللي كان فيها نوع كبير من توافق الرؤى هو كم ملف الهجرة غير الشرعية وكم البرامج المتبادلة اللي اتعملت ما بين مصر وألمانيا لمسألة تثقيف الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية ومصر كان ليها دور كبير جدا في مسألة الهجرة غير الشرعية وأوروبا يعني من القارات اللي بتعاني من مسألة الهجرة غير الشرعية ده مش توافق فقط في الأهداف أنا رأيي في تشابه كمان بين مصر وألمانيا في الأدوار بمعنى لو شفت ألمانيا هي أكبر دولة من حيث عدد السكان في أوروبا هي قلب القارة الأوروبية تربط بين الشرق والغرب بين الشمال والجنوب هي الاقتصاد الأكبر في أوروبا هي بتقود أوروبا هي محور التفاعلات السياسية والاقتصادية والأمنية وحتى العسكرية في أوروبا نفس الدور اللي بتلعبه مصر في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط وفي أفريقيا الألمان صحيح ممكن مصر هي الشريك الاقتصادي الأكبر يعني ألمانيا في الشرق الأوسط صحيح وهم كمان بيشوفوا مصر إنها دولة هي محور استقرار منطقة الشرق الأوسط والمستشارة ميركل كان لها يعني تعبير رائع جدا كانت بتقول الاستقرار الاستثمار في مصر هو استثمار في الاستقرار صحيح. وليس الاستقرار حتى في مصر فقط ولا المنطقة العربية ولا الشرق الأوسط حتى الاستقرار بالنسبة لأوروبا حضرتك تكلمت عن قضية الهجرة غير الشرعية دايما يتحدثوا عن السياسة المصرية في أوروبا تحديدا في مجال الهجرة غير الشرعية بأنها سياسة تقوم في الانطلاق من الذات نحو الآخر يعني إيه الانطلاق من الذات نحو الآخر إن الدولة المصرية وهي تنظر في عمقها وهي تنظر لمصالحها الوطنية وهي تنظر لمصالح أبنائها ومواطنيها أيضا تأخذ في الحسبان مصالح الدول الأخرى عشان كده هم بيعتبروا مصر دولة صادقة في الفعل والقول عندما قالت إنها سوف تكافح الهجرة غير الشرعية في خطابها السياسي في خطابها الإعلامي التزمت بهذا الأمر صحيح. في تشريعاتها في مواقفها في سلوكها عشان كده منذ سبتمبر 2016 وحتى احنا حتى كمواطنين ما بقيناش نسمع عن انه في حاجه اسمها مركب غرقت بشباب رايحين يهاجروا بقى في مبدئيا توفير فرص العمل اللي تمت مساله كمان التثقيف اللي حصلت للشباب انه مش اي حد يقول لك انه هياخد قرشين ويطلعك على مركب تروح ايطاليا ولا تروح دوله اوروبيه هتشتغل وتجيب فلوس يعني بقى في مساله وعي كبيره عند الشباب وعند الاسر بمساله الهجره غير الشرعيه بالظبط وده اللي كنت بقوله لحضرتك ان من 2016 من سبتمبر 2016 لم تسجل الاقمار الصناعيه واي جهه في العالم ان في مركب تحمل
من مهاجرين غير شرعيين خرجت من السواحل المصرية تجاه ما يسمى بدول البوابات في أوروبا. صحيح. معروف عشان حد. وده الحقيقة أنه انتصار كبير للقيادة السياسية في هذا الملف. انتصار كبير وتعبير عن الدولة المصرية أنه ملتزمة بما تقوله، أن الدولة ملتزمة فعلاً بالمبدأ اللي الدول الأوروبية تصف به مصر، هو الخروج من الذات نحو الآخر. لكن في حاجة في الأهم كمان في الموضوع ده، إن في دول حتى في قضايا الهجرة غير الشرعية بتقول إحنا مستعدين نوقف الهجرة غير الشرعية بس مقابل مادي، ادونا مساعدات أو مصر لم تتاجر أبدا بهذا القضية ولم تطلب مساعدات أو رغم أن مصر تستضيف ما بين 6 إلى 7 مليون، يعني إحنا بنسميهمش ناس، يعني بنسميهم ضيوف في مصر، مش موجودين في مخيمات ولا موجودين خارج المدن، وبيتمتعوا بكل المزايا وبكل الخدمات الموجودة في الدولة المصرية. ده رقم واحد. الأمر الثاني، دايما ألمانيا بترى مصر تتشابه مع ألمانيا في فكرة الحلول والأهداف. هم شايفين أن أهداف مصر في الفترة اللي فاتت تحديدا منذ تولى الرئيس السيسي المسؤولية في نصف الثاني من 2014، أن أهدافها بقت أهداف مختلفة عما كانت عليه المنطقة منذ ما يسمى بالربيع العربي في 2011. من 2011 حتى 2014 كانت المنطقة فيها شيوع لمبدأ الفوضى والتخريب وشيوع لألسنة اللهب والحرائق السياسية المنتشرة في المنطقة، شفنا ده في سوريا، في ليبيا، في اليمن، في مناطق كتيرة جدا. هم شايفين أن مصر بتقدم مقاربة جديدة. عنوان هذه المقاربة المصرية هي تبريد الصراعات، هي تهدئة التوترات، هو التركيز على المشتركات بين الشعوب. كل الدول والشعوب كل في مشتركات وفي خلافات. والآن يا دكتور أيمن، المستشارية الألمانية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وما طرأ من تغيرات، تفتكر حضرتك يعني أولوياتها هتختلف مع الشرق الأوسط ومصر؟ بالعكس، أنا شايف الأولويات هتزيد. يعني في بعض الناس يعني حتى على السوشيال ميديا بيتكلموا أن ألمانيا مع الحرب الروسية الأوكرانية الاقتصاد الألماني مثلا بيتكلموا أنه ممكن ينهار، بيتكلموا أنه مثلا في بعض ممكن ألمانيا تفلس، يعني على سبيل الكلام. لكن أنا في تقدير هذا الكلام غير دقيق على الإطلاق، لسبب ألمانيا يمكن قلت لحضرتك في بداية الكلام أن الناتج القومي لألمانيا، ألمانيا الاقتصاد الخامس في العالم، 85 مليون نسمة، بينتجوا 3.6 تريليون دولار، وده تريليون يورو، ده مبلغ كبير جدا، يعني دولة عملاقة. لكن عندما تتعرض دولة مثل ألمانيا لمشكلة تتعلق بالغاز أو غيرها بتقدر تعيد حساباتها فيما يتعلق بموضوع الطاقة، لأن معروف مثلا دولة زي ألمانيا كانت وقفت استخدام الفحم مثلا في سبيل الحفاظ على البيئة والكوكب. صحيح. النهاردة قالت هرجع لموضوع الفحم بس بشكل مؤقت. ما كانش عند ألمانيا محطات إسالة الغاز. يعني احنا عندنا محطات إسالة في إيدكو وفي دمياط، وفي فرق بين ده ممكن يقلق يعني نوع من انواع التعاون في مساله الغاز المسال والطاقه، وبعد كمان يعني منتدى غاز الشرق المتوسط ما بين المانيا وما بين مصر. ده بالفعل تم توقيع اتفاقيه بين الاتحاد الاوروبي وبين مصر لشراء الغاز الشرق المتوسط لاوروبا. وكان عندنا هنا من حوالي يمكن شهر تقريبا او شهر واسبوع اللي هي اورسيلا فوندرلاين اللي هي المفوضيه الاوروبيه وهي بالمناسبه المانيه اساسا، كانت وزيره الدفاع في المانيا قبل كده. يمكن كان ليها تصريحات كمان من ايام في مساله انها هتتعاون مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص ازمه الغذاء، وده الحقيقه لو دل على شيء يدل على يعني اداره جيده من الدوله المصريه لمساله الامن الغذائي اثناء الازمه الروسيه الاوكرانيه. صح، ازمه الغذاء وازمه الطاقه بالمناسبه. لان احنا النهارده العالم كله بيتكلم عن ازمه الطاقه، احنا على الاقل عندنا الطاقه. صحيح. عندنا قدرنا نوصل، بيتكلموا عن عدم توافر الطاقه وعدم توافر الغذاء. صحيح. بالمناسبه يعني صحيح. النهارده احنا شايفين مثلا شحنات الغاز المسال في اوروبا تضاعف سعرها تقريبا 4 أو 5 مرات منذ الحرب الروسيه الاوكرانيه. احنا على الاقل في مصر شوفي نتيجه التصور والرؤيه، يعني منطقه الشرق البحر الابيض المتوسط موجودة منذ الخليقة. الذي اكتشف هذه القيمة الجيوسياسية والجيو اقتصادية لها هو الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما جاء اتخذ القرار الاستغلال الأمثل للموارد المصرية، استغلال أو لا والرؤية كمان السياسية. يعني الرؤية قامت على فكرة ترسيم الحدود. لو ما رسمتيش الحدود البحرية من الأول صحيح. ما كانش هيبقى فيه أساسا حاجة اسمها حقل ظهر اللي هو اللي فيه غاز، ما كانش هيبقى فيه غاز من الأساس، ما كانش هيبقى فيه منتدى الشرق المتوسط. ما كانش هيجوا الأوروبيين يتكلموا معاكي باعتبار عندك ورقة في مصر تسمى ورقة الغاز. النهاردة احنا بنطور إيدكو ودمياط اللي هي محطات الإسالة، عشان كده مصر بقى عندها بنية تحتية فيما يتعلق بالطاقة بكل أنواعها، سواء كان النفط سواء كان الغاز حتى الكهرباء. احنا عندنا النهاردة ربط كهربائي مع
الشبكة الأوروبية عن طريق الاتفاق الذي وقعته مصر بالفعل مع قبرص ومع اليونان. يعني احنا نستطيع أن نصل إلى عمق شبكة الكهرباء في أوروبا عن طريق الربط الكهربائي مع أوروبا، بالإضافة عندنا ربط كهربائي مع أفريقيا المرحلة الأولى مع السودان، والربط الكهربائي مع قارة أسيا من خلال الربط الكهربائي المصري مع المملكة العربية السعودية. كل هذه الأمور يعني خلقت مجموعة من الأوراق للتعاون ما بين مصر وما بين الدول الأوروبية وفي مقدمتهم ألمانيا. لكن في تشابه مهم جدا بين مصر وألمانيا. ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية يعني بالبلد كده كرهت فكرة الحروب، ودايما بتنحو وتميل إلى فكرة الحلول السياسية والسلمية، وده مبدأ أصيل أرسته الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية الرئاسية تحديدا لأرسال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو أن كل الخلافات مهما كانت يمكن حلها عبر طاولة المفاوضات وعبر النقاش وعبر التفاوض بين الدول المختلفة. لذلك أنا في تقديري الدولة المصرية والقيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي نجحوا في فرض معادلة الحلول السياسية في المنطقة، لأن البعض روج في وقت ما لما يسمى بلغة البندقية والرصاص. لغة البندقية والرصاص اللي سادت منذ 2011 في المنطقة أدت للفوضى، أدت للتخريب، أدت لانتشار جماعات العنف والتطرف والجماعات الظلامية والمتطرفة والميليشيات ومتسمى بالمجموعات أو المجموعات دون الدولة اللي هي أقل من الدولة اللي هي الميليشيات. مصر قالت لا، الحلول في المنطقة تبدأ وتنتهي على طاولة المفاوضات. عشان كده شفنا في تبريد للصراعات، في تهدئة للتوترات، شفنا تفكير الدول في تحقيق الازدهار، في الإصلاح الاقتصادي، في الاستثمارات، في يعني توفير الاحتياجات الأساسية للدول والشعوب. عشان كده أنا شايف أن منطقة الشرق الأوسط بتبدأ مرحلة جديدة، مرحلة من التعاون البيني بين الدول وبعضها. وحضرتك اتكلمت عن الحرب الروسية الأوكرانية، أنا في تقديري أكبر نتيجة ممكن تنتج عن الحرب الروسية الأوكرانية هو أن بعد هذه الحرب سوف تسود الأقلمة بدلا من العولمة. بمعنى قبل هذه الحرب كانت العولمة هي المعيار السائد في العالم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق في 25 ديسمبر 1991. أنا شايف أن في توجه عالمي أو في كل دول العالم إلى فكرة الإقليم الواحد، التعاون ما بين الدول وبعضها في تحقيق الاحتياجات الأساسية للشعوب. عشان كده مثلا شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل حاجة غير مسبوقة في المنطقة، فكرة القمم المصغرة. صحيح. القمة المصرية الأردنية العراقية. القاهرة كانت مركز لهذه القمم يعني الفترة اللي فاتت دي كلها، وده يعني الحقيقة أنه بيتضح بشكل كبير على مسألة توحيد القرار العربي وتوحيد الرؤية العربية تجاه القضايا اللي بتهم الإقليم والدولة المصرية بكل تأكيد يعني. وكمان بتخلق مساحات للتعاون لم تكن موجودة من قبل. مكاسب اقتصادية طبعا بكل تأكيد، يعني استقرار يعني هيبقى فيه اقتصاد ويبقى فيه مكاسب اقتصادية. بالضبط. احنا شفنا مثلا اتفاقية التعاون المصري الإماراتي الأردني في مجال التصنيع المشترك. ده ما كانتش موجودة. فكرة أن تكون هناك صناديق استثمارية مشتركة بين الدول العربية وفي المقدمة منها مصر، ده ما كانتش موجودة. هذه التوجه المصري يجد استحسان ويجد قبول بشكل كبير جدا من القادة الألمان والسياسة الألمان. الأمر الآخر وهذا المهم هو تأكيد مصر على فكرة الدولة الوطنية، لأن العقد الماضي من 2010 حتى الآن كان هناك من شكك في الدولة الوطنية، وهناك من دعا لفكرة يعني انهيار الحدود والدولة العابرة للحدود، وده ادى فرصة للجماعات المتطرفة. حتى نمط الإرهاب في الفترة اللي فاتت كان نمط عابر للحدود. تجد الإرهاب اللي في العراق يروح سوريا ويطلع من سوريا يروح أفريقيا، يطلع من أفريقيا يروح منطقة. ويمكن ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ده ملف هام جدا بتشترك فيه الدولتين مصر وألمانيا، أهدافهم واحدة، يمكن رؤاهم واحدة. صحيح. في قضايا كتير، سواء بنتكلم عن القضية الفلسطينية، القضية الليبية وما يحدث في ليبيا، توافق الرؤى ده
هل مستمر مع المستشارية الجديدة والمستشار الجديد أولاف تشارلز؟ ونحن نتكلم عن لقاء غدا ما بينه وما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاء أول، برأيك ماذا يحمل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على طاولة المفاوضات مع المستشار الألماني الجديد؟ يعني أولا أنا في التقدير سوف يكون هناك توافق كبير جدا بين مصر وألمانيا في عهد المستشار الجديد، لسبب. أول حاجة أن المستشار الجديد كان وزيرا للمالية في عهد المستشارة ميركل، يعني هو كان بيمثل الحزب الاجتماعي الاشتراكي، لأن الحكومة السابقة في حكومة السيدة ميركل والمستشارة ميركل كانت بتكون من حزبين رئيسيين، حزب الاتحاد الديمقراطي اللي بتقوده السيدة ميركل والحزب الاجتماعي الاشتراكي اللي بيقوده أولاف شولتز، وبالتالي أولاف شولتز كان جزء من الائتلاف الماضي وكان شريكا في كل القرارات التي تم اتخاذها في عهد المستشارة ميركل، ده رقم واحد. رقم اثنين، السياسة الألمانية خصوصا فيما يتعلق بالملفات الإقليمية زي ما حضرتك أشرتي إلى قضية مثل القضية الليبية مثلا، هو أمر متفق عليه. ألمانيا استضافت أكبر مؤتمرين حول الوضع في ليبيا، مؤتمر برلين واحد ومؤتمر برلين اثنين، وحضرهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشكل بيان برلين الأول وبرلين الثاني أنا في تقدير توافق كامل مع الرؤية اللي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2021، وهي المتعلقة بوضع خريطة طريق سياسية لحل الوضع في ليبيا يعتمد على الليبيين أنفسهم وينتهي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. في توافق كامل بين الرؤية المصرية والرؤية الألمانية فيما يتعلق بليبيا، لأن كما تعلمين ليبيا يعني لها ساحل طويل على البحر الأبيض المتوسط، ومن ليبيا بتخرج الهجرة المهاجرين غير الشرعيين وتجار البشر وطبعا والإرهابيين، وبالتالي استقرار ليبيا هو مصلحة مصرية طبعا، لكنه أيضا مصلحة بالنسبة للأوروبيين ومصلحة بالنسبة للدولة الألمانية، لأن كلما استقرت ليبيا ده هيعود بالنفع على الأمن الأوروبي خصوصا في الوقت الحالي. معروف أن ليبيا دولة نفطية، وكلما استقرت واحنا في أزمة طاقة وكلما استقرت ليبيا كان في انطاق طاقة، وبالتالي يكون هناك سعر يعني طبيعي أو سعر معقول بالنسبة لأسعار برميل النفط. نفس الأمر بالنسبة للقضية الفلسطينية. أنا في تقديري الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية هي الرؤية الأصوب والرؤية التي ينبغي أن يلتف حولها العالم. احنا شفنا في قمة جدة للأمن والتنمية شفنا مدى الإشادة العالمية بالمناسبة، اللي أرى الصحف الأمريكية النهاردة هيشوف إلى أي مدى تقريبا كل الصحف أشادت بكلمة السيد الرئيس والنقط الخمسة اللي طرحهم المقاربة الشاملة خمس نقط اللي هي الدولة الفلسطينية والدولة الوطنية ومكافحة الإرهاب والتعاون ما بين دول المنطقة لمكافحة كل الأزمات اللي بتعدي بها، بالإضافة طبعا حقوق الإنسان والمواطنة، حقوق الإنسان والمواطنة والمرأة والشباب، وكل ده يعني مقاربة متكاملة. وكل هذا يؤدي زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في النقطة الخامسة، فكرة أن هذا التعاون بين الدول يؤدي للقضاء على سواء كانت مشاكل طارئة زي مشكلة الكورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو حتى المشاكل المتوقعة، لأن بالمناسبة احنا نتكلم عن تضخم ده بيؤدي إلى نوع من التباطؤ في الاقتصاد، يعني متوقع مثلا حتى لو يحصل انتعاش اقتصادية في العالم مش هتكون في 2022. إذا احنا موضوع التضخم ده مستمر معانا 2022 وممكن طالما كمان استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية بالضبط باعتبار الحرب لسه مستمرة، وبالتالي وضع خطط على المدى البعيد والمدى المتوسط للتعامل مع هذه المشاكل بيحتاج تعاون. النهاردة كلام السيد الرئيس السيسي كشف أن منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية دي حلقة مهمة جدا في سلاسل الإمداد، لأن دايما العالم بينظر لأسيا أو تحديدا منطقة جنوب شرق آسيا وشرق آسيا باعتبارها ورشة العالم. بالنسبة للدول الأفريقية هي مصدرة للمواد الأولية. الغرب سواء غرب أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هؤلاء هم المصنعون الاول في العالم. واحنا بنتكلم عن التصنيع يا دكتور ايمن، يمكن المانيا طبعا من الدول الكبرى المصنعه مثلا السيارات، اعتقد انهم دلوقتي بيبحثوا عن اسواق جديده للمصانع، هل في حديث عن وجود المصانع دي على ارض مصر مثلا؟ طبعا يعني اولا يعني كويس ان حضرتك يعني تطرقت للجانب التعاون الاقتصادي بين مصر وبين المانيا. اولا انا شايف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع ان يعيد اكتشاف المستثمرين والشركات الألمانية
للفرص الواعده في الاقتصاد المصري. صحيح، احنا عندنا تقريبا يا دكتور 900 شركه المانيه عامله دلوقتي في مصر، وهنرجع نكمل الكلام مع حضرتك يا دكتور ايمن، لكن خلينا نروح مع حضراتكم لهذا الخبر، واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين السيد بيتر لورنسن رئيس ومالك مجلس اداره شركه لورنسن الالمانيه العالميه للصناعات البحريه، وده بحضور الفريق احمد خالد قائد القياده الاستراتيجيه والمشرف على التصنيع العسكري، وايضا السفير المصري في برلين خالد جلال. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزاره باسم رئاسه الجمهوريه بان اللقاء شهد متابعه اطر التعاون بين الجانب المصري والشركه الالمانيه اللي بتمتلك خبرات عميقه في مجال الصناعات البحريه وتطوير الترسانات، الى جانب برامج تدريب العماله الفنيه ورفع قدرات الكوادر المصريه في تلك المجالات طبقا للمواصفات القياسيه العالميه بالتعاون مع احدى اكبر قلاع السفن على مستوى العالم. وأكد السيد الرئيس خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع الشركة الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية اللي بتتمتع بها في مجال الصناعات البحرية. خلينا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع لحضراتكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين السيد بيتر لارسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لارسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري والسفير المصري في برلين خالد جلال. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد متابعة أطر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات البحرية وتطوير الترسانات، إلى جانب برامج تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات طبقاً للمواصفات القياسية العالمية وبالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم. وقد أكد السيد الرئيس خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع الشركة الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية التي تتمتع بها في مجال الصناعات البحرية. من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة شركة لارسن عن اعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر في مجالات عمل الشركة، فضلا عن الفرص الواعدة للاستثمار المباشر في مصر، خاصة مع التطور الشامل الذي قامت به الدولة في قطاعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية. طبعا تعاون عسكري ممتد ما بين الدولة المصرية وألمانيا، وأيضا زي ما كنا بنشوف مع حضراتكم هذا اللقاء يعني، ويعني نشوف مع ضيفنا الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. بنرجع لحضرتك يا دكتور، ويمكن تابعت معانا هذا التقرير وكنا بنتكلم عن تاريخ ممتد من العلاقات العسكرية، وعلى وجه التحديد دلوقتي بنتكلم عن تعاون بحري. صحيح. موجود ما بين مصر وألمانيا. حضرتك يعني ماذا تنتظر بعد هذه يعني الحضور المصري في هذا المنتدى، منتدى بيترسبورغ، سواء كان على صعيد العلاقات المصرية الألمانية اقتصاديا، وكمان مع تحضير مصر لكوب 27 في نوفمبر القادم، المكاسب المنتظرة لمصر مع تحضير قمة المناخ القادمة، ويعني الجميع ينتظر إجراءات أكثر صرامة ربما يعني للسيطرة على الكوارث اللي بتحصل بسبب التغير المناخي. يعني أنا في تقدير العلاقة المصرية الألمانية سوف تزداد يعني عمقا ورسوخا، ومساحات العمل سوف تزيد، ويكفي الإشارة فقط للمشروعات العملاقة، مشروع القطار السريع الكهربائي اللي بتعمله شركة سيمنز الألمانية. صحيح. من العين السخنة حتى العالمين، وعندنا أيضا من أكتوبر حتى الأقصر وأسوان، يعني بإجمالي أكثر من 1000 كيلو متر. ده نموذج فقط للتعاون المصري الألماني في المشروعات المستقبلية. لكن فيما يتعلق بمكاسب مصر في هذا المؤتمر، أنا في تقديري كثيرة. أولا، هذا المؤتمر هو فرصة للتسويق للرؤية المصرية فيما يتعلق بقضايا المناخ.
مصر هذا المؤتمر هو مصر الحقيقة قطعت شوط كبير جدا في مسألة يعني التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر، وأعتقد أنه يعني عندها الكثير اللي تقدمه في هذا المؤتمر. يمكن المؤتمر ده تحديدا أنا في تقديره ممكن يساعد مصر في حاجة في غاية الأهمية، أنه ممكن يساعد مصر في جذب استثمارات ما تسمى بالاستثمارات الخضراء اللي هي بتعمل الاقتصاد الأخضر، خاصة بالطاقة الشمسية الهيدروجين الأخضر. والمناسبة هناك معلومات أن في شركة ألمانية واحدة هتستثمر أكثر من 4 مليارات يورو في مشروع واحد. ده معناها الألمان تحديدا أكثر ناس فاهمين إلى أي مدى أن السوق المصري والبيئة الاستثمارية الحالية الموجودة في مصر نتيجة للتشريعات الجديدة وقانون الاستثمار الجديد وغيرها أنها بيئة جاذبة لهذه المشروعات العملاقة. ويمكن احنا شفنا في شهر فبراير الماضي 2022 كان في أكبر وفد من رجال الأعمال الألمان اللي بيشتغل في الطاقة الجديدة والمتجددة زاروا مصر والتقوا رئيس الوزراء المصري وعرضوا أفكارهم. وأنا في تقديري الفترة من الآن حتى نوفمبر القادم سوف تشهد بلورة مشروعات عملاقة تتعلق سواء بالطاقة الشمسية أو بالهيدروجين الأخضر. صحيح دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا دكتور. شكرا جزيلا. خلينا نروح مع حضراتكم فاصل ونرجع بعد ونكمل فقرات التاسعة. انتصار جديد أضافه المنتخب المصري لكرة اليد لسجل مجده بعدما أطاح بمنتخب تونس القوي في نهائي مبكر ووصل إلى المباراة النهائية ليلاقي منتخب الرأس الأخضر باحثا عن لقبه الثامن في بطولة إفريقيا. المنتخب المصري الذي هزم نظيره التونسي بنتيجة 29-27 قطع رحلة صعبة للمباراة النهائية، فتغلب على الجزائر بنتيجة 34-19 في ربع النهائي بعد فوزه على الكاميرون والمغرب في دور المجموعات ليتأهل متصدرا مجموعته. هو يدخل المنتخب المصري المباراة النهائية للمرة 12 في تاريخه، بينما يخوض منتخب الرأس الأخضر المباراة النهائية للمرة الأولى. هو من المقرر أن تقام مباراة مصر والرأس الأخضر في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد 2022 غدا الاثنين في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. كنا بنتكلم مع حضراتكم في أول حلقة عن منتخبنا الوطني لكرة اليد والأداء البطولي اللي بيعملوه في كأس الأمم الأفريقية اللي بتقام على أرض بلدنا من يوم 11 ليوم 18 الشهر ده، ومنتخبنا خلاص وصل للنهائي. المباراة النهائية هتكون بكرة أمام كام فيردي، للأول مرة بيتأهل ويوصل للنهائي، عشان كده بنقول أنه مصر وش السعد على كام فيردي، وحصل تطور كبير في هذا المنتخب. لكن احنا إن شاء الله بنأمل أنه منتخبنا الوطني يعني يحصد النجمة الثامنة الأفريقية. هنتكلم بقى بالتفصيل مع كابتن حسام غريب نائب مدير بطولة أفريقيا ورئيس اللجنة للمسابقات بالبطولة. مساء الخير عليك يا كابتن، وببارك لحضرتك طبعا على النتائج المشرفة اللي محققها منتخبنا الوطني لكرة اليد. ويمكن امبارح واحنا عن الهواء يعني ساعدنا بخبر فوز المنتخب الوطني لكرة اليد، والحقيقة انه بقينا متميزين بشكل كبير جدا في كرة اليد. و مباراة امبارح ما كانتش مباراة سهلة، دي تونس اللي محققة 10 ألقاب في بطولة أفريقيا، لكن دي المرة الثانية للمنتخب الوطني بعد البطولة اللي فاتت برضو كان النهائي عربي مع تونس وكان هناك وحقق المنتخب النجمة السابعة ليه في بطولة أفريقيا. في الحقيقة أنه يعني حديث ممتد عن المنتخب وعن أبطاله، لكن عايز أبدأ مع حضرتك من التنظيم. مصر بتنظم البطولة المرة دي، و كواليس التنظيم اكيد يعني كتير، عايز اسمع من حضرتك عن استضافه المنتخبات. احنا بنتكلم في 13 منتخب، الاقامه يعني حضرتك حطيني في الكواليس.
طبعا في البدايه بشكر حضرتك المقدمه الجميله دي، لكن نحب نقول ونعرف الناس ان مصر لما بتيجي بتنظم، سواء مش شرط في كره اليد، في اي بطولات سواء رياضيه سواء ثقافيه سواء اجتماعيه سواء سواء، بتبقى رقم واحد. بطوله افريقيا لما نظمناها كان في وقت قصير جدا، في 40 يوم. يعني احنا خدنا القرار او الاتحاد، لكن الاتحاد المصري لكره اليد، الكره اليد الحقيقه عنده خبره بالزبط. مش قليله، لانه احنا شفنا انه اول حدث رياضي تم تنظيمه بعد جائحه كورونا كان كاس العالم لكره اليد على ارض مصر. طبعا وكان تنظيم هايل ومشرف الحقيقه، وكان يعني الناس كلها بتقول ده كان ريسك عالي جدا. ونجحت بنجاح بطوله عالم، مش بطوله افريقيا بقى. لا، دي بطوله عالم، فالحمد لله. لا احنا بنعرف ننظم كويس قوي، وبننظم على مستوى عالي. فبالنسبه لبطوله افريقيا حضرتك، لو لما هنشوف هنلاقي في تنظيم في وزاره الشباب والرياضه على راسها الدكتور اشرف صبحي، الاتحاد المصري لكره اليد دكتور محمد امين طبعا، نخش بقى في اللجنه المنظمه كابتن محمد الالفي وكابتن عمرو صلاح وكابتن عاصم. انت بتعملي هنا بقى ورشه عمل، الفرقه بتيجي في المطار، اول ما بتيجي من المطار لغايه لما بتوصل الاوتيل، دي مرحله، دي لجان، لجان الاعاشه، لجان الاستقبال، لجان المراسم، كل ده. انت عندك كمان التدريبات، لجنه المسابقات ولجنه الملاعب. اللي بيشتغلوا في الكلام ده يا كابتن، هل هم متطوعين تم تدريبهم؟ ما انا اقول مثلا لجنه الدكتور شريف ابو العنين اللي هي لجنه المتطوعين، دولت خبره الشباب الجامعي اللي هو اشتغل قبل كده في بطوله العالم. احنا الدكتور شريف بيختاره، زي دكتور محمد رفعت في لجنه الملاعب بيختار الناس اللي تتناسب معاه، زي المهندسه نسرين في لجنه المسابقات بتختار المتطوعين اللي يتناسب معاها، اللي تعرف اللي يعرفوا يديروا المنظومه. خدي بالك انت خلاص زي احنا دلوقتي على الهوا، هناك في البطولات دي انت على الهوا في الملعب خلاص. الاتحاد الافريقي بيشرف، فبيشرف على الحاجات اللي انت عملتيها، فدي خلاص انت دي رياضه، في حاجه صرح قدامك انت بتنفذيه. صحيح. تدريبات للفرقه، لازم الغرف تبقى تمام. الجداول يوميا بتتعمل، فبتتبعت قبليها بيوم. الماتشات، الباصات بتاعت الفرق، كل حاجه الفريق عايزها بيبقى فيه اتنين جايد، مش جايد واحد بس. مع كل فرقه، وعشان كده هي خرجت بالشكل الجميل ده. بالنسبه للتنظيم لما تيجي نتكلم للجمهور، انت عندك الشركه الافريقيه عملت حاجات جميله جدا. النهارده الامن ما بقاش امن صريح، يعني احنا لا احنا غيرنا مفهوم الامن. النهارده الاكاديميات بتيجي والولاد الصغيرين اللي هم 9 سنين 10 سنين 11 سنه، الامن بياخدهم بيقعدهم، بيبقى فيه كنترول عليهم. فعشان كده دي حاجه مهمه جدا يا كابتن، لانه اهالي كتير جدا بتكون عايزه ولادها يروحوا يحضروا بالظبط في امان. في امان طبعا، وخصوصا لما يكون يعني مش دايما الفرصه بتكون عندنا انه تكون بطولات كبيره زي دي مقامه عندنا، وكمان منتخبنا متصدر فيها بالشكل ده، فهبقى عايزه ابعت ابني او بنتي يحضر وابقى مطمنه عليه. بالظبط، هي دي النقطه اللي هم وصلوها الشركه الافريقيه لما كلمت مع محمد بنبيل واللواء شريف طلعت. لا فعلا انت بتسيبي ابنك وبتطمني، بتسيبي بنتك وتطمني، بيتفرجوا على المباراه، صاله في منتهى الشياكه، حاجه يعني حاجه. انا لعبت هاندبول وسافرت اوروبا، لكن الصالات اللي اتعملت في كاس العالم دي، لا لا لا، صالات حاجه عظيمه. يعني تليق احنا نعمل اي بطوله. ردود فعل المنتخبات المشاركه ايه على يعني حضرتك بتتكلم عن صالات عالميه وتنظيم، يعني انا هكلمك على المستويين، المستوى العالمي في بطوله العالم اللي فاتت، والمستوى الافريقي في البطوله اللي احنا فيها. لما انت تتكلمي مع السويد وتتكلمي مع فرنسا اللي هو المربع الذهبي لبطولات العالم، الناس اللي بتاخد بطوله اوروبا امم، والناس اللي بتاخد بطوله العالم، بتقول لك دي من احسن الصالات اللي احنا لعبنا فيها. الناس دي خبرتها عاليه جدا، ان ده ناس بتلعب على مستوى عالي، سواء في صالات في السويد، في الدنمارك، في المانيا، في فرنسا، صح ولا لا؟ النهارده انت بتشوفي التوانسه، هقول لك ممكن اعلى كاتيجوري في البطولات الافريقيه اللي معانا. يعني مش هقول لك مصر، يعني احنا مش هنشهد على نفسنا. صحيح. كويس؟ لا، الناس فخورين. انت النهارده بتنزلي بتلاقي كل حاجه في الملعب، كل حاجه في الاوضه بتاعتك. طيب. التدريب بالميعاد.
عايز اروح مع حضرتك بقى لل يعني الماتش بكره الفاينل. كام فيردي يعني مفاجاه انه يوصل للنهائي ودي المره الاولى ليه في النهائي. المنتخب المصري تخطى عقبه صعبه، تونس منتخب مش سهل ابدا، منتخب متميز في اللعبه دي يعني. لكن كمان كنا بنتكلم على انه المنتخب المصري دلوقتي لكره اليد فتره من اذهل فترات، لانه في اجيال مختلفه في المنتخب كلها خبرات وخبرات ثقيله، واعتقد انه يمكن ده بيساعد بنسبه كبيره المدرب الاسباني بارونو جراسا. والمدرسه الاسبانيه برضو هي مستمره معانا، اللي فات كان اسباني وده اسباني. هل هو المدرب الاسباني كلمه السر مع المنتخب والمدرسه الاسبانيه دي ماشيه معانا، ولا هيكون في تغيير واحنا داخلين على بطوله كاس العالم في شهر واحد اللي جاي؟ لا انا هقول لحضرتك حاجه، في البدايه طبعا ماتش تونس كان ماتش صعب، بس كان ممكن يبقى اسهل من كده بكتير يعني. برضو في خلينا نتكلم بصراحه، برضو الكوتش، في فرق بين المدرب والكوتش. الكوتش لازم يبقى لامم الامور. باروندو في ممكن اوقات ما في حاجات ما لعبش بيها، يعني كان لازم يلعب 5-1 في وقت، كان لازم يلعب 5-1، هو لعب بالطريقه بتاعته اللي هي مصر عليها. كان لازم يغير، يعمل روتيشن يعني اذا كان واحد او اتنين. هو استمر، عمل تغييرات كتير، استمر في السته الاساسيين. دي حاجات برضو، لكن انت عندك ال 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 اللي بتداريها بالمعنى كده، ان انت عندك لعيبه على مستوى عالي. انت في محترفين جملة، كمان انت في جمله قلتيها، قلتي دي من احسن الاجيال اللي جت. هي فعلا من احسن الاجيال اللي جت، والجيل ده مش هيتعوض في مصر. ليه؟ النهارده رابع اولمبياد. عشان توصل للرابع اولمبياد، نقول برضو للساده المشاهدين، الاولمبياد اقوى من بطوله العالم. الاولمبياد انت بتاخدي 12 اقوى فرقه في العالم. كاس العالم ممكن القرعه توديكي في مجموعه يعني. بالمناسبه مجموعتنا في كاس العالم اعتقد كرواتيا وامريكا. كاس العالم كرواتيا، تالت افريقيا. احنا منتظرين بقى المباراه المغرب وتونس. المغرب وتونس طبعا يعني باين التوانسه يكسبوا، لان التوانسه برضو ماتشين. ارجع تاني الماتش بتاع تونس، التوانسه بيعرفوا يلعبوا تحت الضغط. التوانسه الدوري بتاعهم غيابات اصاباتهم يعني ادائهم قوي. لا 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 فرقه حلوه، عملت جيم كويس قوي. شو صحيح طبعا، عملوا جيم كويس يعني. وانا قلت للمدرب، قلت له مبروك، قال لي مبروك يا كابتن حسام لمنتخب مصر. قلت له انا ببارك لك، مبروك على التوليفه. والروح دي الحقيقه ان انا يعني طول الوقت الروح العربيه دي، منتخب عربي لازم تكون موجوده. وبسعد انه ما فيش بطوله اتنظمت على ارض مصر ومنتخب عربي حصل له اي ازمات او الجماهير بتوعه اشتكوا او دايما عندنا الروح دي محافظين عليها. وده شيء مهم جدا. ارجع الوهران لسه جايين من البحر الابيض. صحيح الجمهور الجزائري بيشجع وتشجيعه للمصريين. صحيح صح ولا لا؟ كان شيء لافت جدا يعني. بالظبط، فهي دي الامور يعني. حتى التوانسه لما بعد ما خلصوا، بعد ما خسروا امبارح، لا سلموا على اللعيبه. الموضوع كله، هي الرياضه بتبقى يعني ليها سمه جميله. هي العمليه مش مكسب وخساره، مش انا اكسب على طول ومش هخسر على طول. لكن هي الروح هي دي اللي بتبقى موجوده على طول. طب عايزين كمان يا كابتن نتكلم عن الدعم الجماهيري، بيفرق معاكوا ازاي؟ بيفرق مع اللعيبه ازاي؟ بيوصل لهم الكلام اللي الناس بتكتبه على السوشيال ميديا؟ بيفرق معاهم دعم اللعيبه؟ الهتافات داخل الصالات بتحمسهم ازاي؟ ويمكن احنا متعودين المصريين على انهم يهتموا بكره القدم، لكن مؤخرا الحقيقه وخصوصا في الاولمبياد كان في اهتمام كبير جدا بمنتخبنا الوطني بكره اليد، والاداء البطولي اللي اللعيبه كانوا عاملينه وبكائهم بعد الخروج رابع يعني ابكانا جميعا. وما اعتقدش احنا نقدر ننسى اللي حصل في الاولمبياد. طب لو اقول لك حاجه، وانا بلعب فرق شاسع جدا ان انت الجمهور بدون جمهور وبجمهور. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك اول حاجه نفسيا، تاني حاجه انت بتطلعي اقصى حاجه عندك، اقصى حاجه عندك انت بتطلعيها. في فرق ان انت تلاقي صاله بدون جمهور فانت بتلعبي عادي اكنك بتلعبي ماتش عادي. نفسيا حتى مفيش حميه، مفيش حماس. انت النهارده بتبصي على الجمهور، النهارده الجمهور المصري في الشارع حافظ اللعيبه، حافظ لعبه كره اليد اساسيات. صحيح، حافظ حاجات كتيره جدا. انت بتقولي في الاولمبياد الناس زعلت، خدي بالك طموح الشعب بتعلى، سقف الطموح بيعلى. يعني النهارده هو بيقول لك في يناير احنا خدنا رابع اولمبياد، لازم يا كابتن نلعب فاينل. هو حقه كأرقام، هو صح، هو بيتكلم صح. فهو خلاص موضوع الكرة، هو اي بلد فيها كرة،
لكن مش اي بلد بتحصل فيها تطور في كره اليد زي اللي عندنا. انت دخلتي بعد ما كنت في العظماء السبع زمان، انت النهارده بقيتي في الاربعه الاوائل. ودي طبعا مهمه صعبه جدا 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 للاتحاد، لان برضو خدي بالك ايمن صلاح عليه حمل، اللي هو مدير المنتخبات عليه حمل جامد تقيل، انت النهارده رابع، فالشعب الجمهور كله محتاج ايه؟ انت رابع هتدور على ايه؟ على الميداليه بقى. صح ولا صحيح؟ لا، فهي دي في 5 شهور أو 6 شهور لغايه كاس العالم. كاس العالم، فطبعا مسؤوليه صعبه. سؤال انت سالتيه، هل المدرسه الاسبانيه تتناسب؟ هي بتتناسب، كل حاجه تتناسب، لكن انت النهارده لازم تغيري. صح ولا لا؟ انت وصلت للتوب، طيب انا عايز بقى واحده لفوق بقى عشان اوصل للفاينل للاول تاني، هي دي. فهل المدرسه الاسبانيه تساعدني، ولا هل المدرسه الالمانيه، ولا المدرسه الفرنسيه دي الاتحاد بيدرسها؟ وده شيء مهم جدا يا كابتن، ان احنا نشتغل على امكانياتنا ونبرزها بشكل كبير، ويعني ده بيمتعنا بقى احنا كمشاهدين بمنتخبنا الوطني لكره اليد. ان شاء الله النجمه الثامنه تكون مصريه، ونحتفل يعني جميعا بكره بالنجمه الثامنه في بطوله كاس الامم الافريقيه، تكون نجمه مصريه. بذكر حضراتكم وكمان يعني الهاشتاج الخاص بدعم منتخبنا الوطني بكره في مباراته النهائية أمام منتخب كام فيردي في بطولة كاس الأمم الأفريقية، شجع أبطال اليد والنجمة الثامنة مصرية بإذن الله. أنا بشكر حضرتك كابتن حسام غريب، شكرا جزيلا على وجودك معنا، إن شاء الله نحتفل بكرة بالنجمة الثامنة لمنتخبنا الوطني لكرة اليد. كده مشاهدينا خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في التاسعة، هسيبكم مع كريم رمزي وهو بقى يتكلم معاكم عن الرياضة بشكل تفصيلي. تصبحوا على ألف خير.